أصدقاء الأعزاء، أولاً بدينا الانتباه على أن الإخوان المشاركين في القضية اليوم هم أقل من المعتاد، لأن عدد منهم اعتذر لأسباب طارئة، ولذلك نستخدم الغير ديالهم واخا تتأسفوا عليه، ولكن نستخدم الغير ديالهم في أن يكون نقاشنا ربما أكثر كثافة من المرات اللي كنا فيها كثار. الدولة والإعلام إشكالات الحرية والاستقلالية ودعم المقاومة هو الموضوع اللي اخترناه لهذه الحلقة ديال اليوم. وكما كتعرفوا أن الإعلام منذ فترة الحماية ومنذ الحركة الوطنية كان عنده واحد الدور مركزي في الحياة السياسية المغربية، سواء أثناء مقاومة الاستعمار أو أثناء العملية الاستعمارية نفسها، لأن جزء كبير من الصحافة خلقته فرنسا في بداية عهدها بالحماية وطورت وأصبح لها شخصية ونفوذ وتاريخ في المغرب المعاصر. بعد ذلك وفي حقبة الاستقلال سيتوزع المغرب عبر قطبين كبيرين، الصحافة المكتوبة الحزبية والتي كان لها أيضا مكانة أساسية في العمل السياسي وتأثير قوي في العمل السياسي، وقطب الصحافة الرسمية منها الصحافة التي ورثتها الدولة عن الصحافة الاستعمارية والتي كانت معروفة بصحافة مس، والتي احتفظت ببعض عناوينها في البدايات ثم حولتها إلى عناوين جديدة وطورتها فيما بعد ذلك عبر عناوين أخرى، والقطب الإعلام السمعي المصري الذي ظل في فترة طويلة لأنها الصوت الرسمي الأساسي للدولة، واعتبر القطب الأول قطب الصحافة المكتوبة الحزبية هو قطب بين مزدوجتين معارض له صوت وطني يساري ديمقراطي، وكان له أكثر من دور سياسي، لأن يجب أن لا ننسى أن هذه الصحافة لعبت أيضا دورا أساسيا في المجال الثقافي، لأنها هي التي طورت كل أشكال التعبير الحديث في اللغة العربية في هذا المجال، وظل هذا العمل الحزب عمل الجرائد الحزبية مستمرا بنوع تصاعدي بين مدين وجاز، أحيانا يخضع للملاحقة والملأ والمصادرة، أحيانا يخضع إلى مراحل نسبيا أقل قسوة، وبالرغم من التقطع، لأن الكل يعلم أن الجريدة الوحيدة التي كان لها نوع من الاستمرارية الزمنية بدون انقطاعات مفاجئة كبيرة هي جريدة العالم، ثم بعد ذلك رديفت جريدة الدولية. أما الجرائد والمجلات الأخرى فكلها كانت تتعرض لانقطاعات متتالية ولتغيير أسماء، ومع ذلك فقد ظلت مكانتها قوية في المجال السياسي. استمر هذا الوضع بطبيعة الحال حتى أصبح نوع من المواجهة المستمرة بين القطبين، بين قطب الصحافة الحزبية وقطب الصحافة الرسمية، ولذلك فقد احتلت
مسألة إصلاح القطاع الإعلام احتلت مكانة أساسية في المطالب السياسية التي كانت أحزاب الكتلة الوطنية والديمقراطية تنادي بها وأجزاء كبيرة من جمعيات المجتمع المدني والنقابات المشتغلة بالعمل الصحفي كلها كانت تطالب بهذا الإصلاح. وربما كما يلاحظ الجميع أن المبادرات الأولى للحديث عن هذا الإصلاح ولعقد ندوات حوله كانت في فترتين سياسية قريبة جدا من فترة الانعطاف الذي سمي بالتناوب التوافق. ولهذا سنرى أن المرحلة التي حدث فيها هذا التطور السياسي المهم وهو التناوب بالرغم من الاختلاف حول تقييم هذا الانعطاف سلبا أو إيجابا أن هذه الفترة التي حدثت في هذا الانعطاف لم يكن المغرب مهيئا من الناحية الإعلامية. الصحافة الحزبية لم تقم بإصلاحها الداخلي أو بتحولها الداخلي الأساسي. أنا شخصيا أتذكر في بداية التسعينات كنت أطالب بأن تتحول الصحافة الحزبية إلى صحافة قريبة من الحزب وليست صحافة في ملك الحزب. وكان الهجوم الذي أتعرض له يتلخص في جملة كانت تبدو لي مضحكة هي أن أنت تريد أن تخصص صحافة الحزب. الحال أن صحافتك كانت صحافة خاصة. وربما في الواقع سنعرف ذلك فيما بعد كون الأحزاب لم تقوم بها التحول الأساسي فقد فقدت فيما بعد قوتها كصحافة حزبية في فترة تاريخية معينة وأصبحت نوعا ما قطاعا عاما قديما لم يستطع أن يتحول إلى صحافة مستقلة. بينما الجانب الآخر أيضا بالرغم من أهمية التحول السياسي فهو لم يكن مستعدا للانخراط في هذا التحول. ولذلك فالإعلام بدا في بداية تجربة التناوب كما لو كان أحد عوائق الأساسية لتقدم هذه التجربة. والكل يتذكر عدد من الصراعات التي حدثت حول نقل يعني الآراء المختلفة والحياة السياسية بكامل تنوعها واختلافاتها. وهذه الصراعات ألقت بظلالها الكبيرة على الإصلاح نفسه على مطلب الإصلاح نفسه لأن الإصلاح مس قانون الصحافة في ارتباط بقوانين الحرية العامة ثم بعد ذلك ارتبط بإنشاء برفع الاحتكار عن قطاع الإعلام ثم بعد ذلك عن إنشاء الهيئة العليا وبعد ذلك كذلك إنشاء الشركة الوطنية. ولكن كل هذا كان نوعا من التغيير المؤسسي ولكنه لم يحدث التغيير السياسي والثقافي الذي كان منتظرا من الإصلاح. أثناء هذا ظهرت إشكالات جديدة كبيرة ومعقدة وربما تستدعي منا اليوم أيضا بعض النقاش. ظهر القطاع الخاص في الإعلام السمعي على وجه الخصوص ويلعب دورا مهما بالرغم من كل ما يكون لدينا من آراء سلبية حول هذه التجربة أو تلك. ظهرت المواقع الإلكترونية والجرائد الإلكترونية وظهرت شبكات التواصل الاجتماعي وكل هذا في الواقع أصبح يوهمنا بأنه لم تعد لنا حاجة لإصلاح الإعلام. فالأدوات التي تمكننا من مخاطبة الناس ومن
ومن الوصول بهم أكثر بكثير مما تمكننا منه الوسائل الإعلام التي نطالب بإصلاحها موجودة ومتوفرة وربما لها كثير أكثر بكثير. اسمحوا لي أنني أطرت قليلا في هذا التقديم ولكن فقط لأضع الإطار العام لهذا الموضوع علما بأن نحن نهتم إلى حد كبير بإشكالات الحرية المرتبطة بممارسة الإعلام لأنها حجر الزاوية في كل تجربة إعلامية، ولكن في نفس الآن فنحن لنا أيضا انتباه شديد للسياسة العمومية في مجال الإعلام، العلاقة مع المقاولة الإعلامية الحديثة، الشجاعات المرتبطة بهذا المجال، الدعم العمومي الذي يصرف في هذا المجال، التكوين وغير ذلك من القضايا لتقديم هذه الأمور بطريقة ربما أكثر منهجية وأكثر وضوحا. طلبنا من صديقتنا الأستاذة فاطمة لإفريق بعض مرات الناس الأقرب إليكم من الجنس بيدي. على كل حال أنا أشكركم مرة أخرى فاطمة على تلبية هذا الطلب من دائرة النقاش السياسي، أصدقائها في دائرة النقاش السياسي، وهي ستقدم لنا هذا الموضوع، ولكن هذه المرة ستمارس هذا النقاش بمنهجية أخرى مختلفة عن السابق، بحيث أن فاطمة بعد تقديم هذا الموضوع ستحاول أن تطرح علينا أسئلة حتى تكون تدخلاتنا ليست فقط تعبيرا عن حضرنا لهذا النقاش ولكن أيضا تفاعلا مع فاطمة. تعطينا الأجوبة تضمر. لا تفضلي فاطمة. مساء الخير، شكرا أستاذ أشعري على هذا التدقيق التاريخي المهم حقيقة لتقديم الموضوع. كان شرف لي وفرح أيضا أن أحظى بإدارة نقاش الحلقة الثالثة من نادي الحوار السياسي لمؤسسة أبراهيم بوعبيد. أكيد هي معركة مهمة صعبة لكن سأحاول أن أكون في مستوى انتظاراتكم. في البدء بعد إذن من المسؤولين من المؤسسة أقترح عليكم تجربة منهجية مختلفة في مناقشة موضوع اليوم. هي أشبه بالتوك شو، أي بدل اعتماد مداخلات كما قال الأستاذ أشعري طويلة لكل متدخل يتطرق فيها لكل المحاور التي أعد، سنحاول تحليل النقاش وفق محاور وأسئلة موجهة وأيضاً مفتوحة بحيث يمكن طرح السؤال على عضو باسمك ولكن هذا لا يمنع التعقيب وتعميق الجواب بتدخلات إضافية من باقي المشاركين. طبعا ستكون لسلطة إعطاء الكلمة وسلطة توقيعها أيضا إذا استلزم الأمر، وسيكون لكم أيضا حق في الاحتجاج إذا لم أكن منصفة في توزيع المداخلات. موضوع الحلقة كما قدم الأستاذ الأشعري هو موضوع صعب وشائك، هذا موضوع قديم وجديد، موضوع الدولة والإعلام، إشكالات الحرية والاستقلالية ودعم المقاولة. أولاً أجيب العنوان الكبير المقترح لهذه الندوة الدولة والإعلام بليغ لأنه مركب من بذكاء من كلمتين الدولة والمضاف إليها اللي هو الإعلام، الدولة ثم الإعلام، يمكن قراءته بصيغة الدولة أولاً وبعدها إذا سمح المزاج المتقلب للدولة يمكن فتح أقواس ضيقة ومؤقتة لتواجد الإعلام. إذن هذا العنوان هو سؤال انطلاق هذا النقاش ويمكن في الوقت نفسه اعتباره هو خلاصة الحكاية. العلاقة بين الدولة والإعلام في المغرب علاقة مضطربة ملتبسة متقلبة المزاج، هي علاقة يمكن أن أسميها حرب وسلام، غرام وانتقام، عصا وجزرة، ربيع وخريف، بيع وشراء وخيوط متشابكة. باختصار هي علاقة تنافر وصراع وأزمة وسوء فهم متواصل.
من حيث المبدا يعتبر الاعلام والصحافه ككونسيبت او كتصور هو الوجه الاخر لعمله الديمقراطيه. ففي بيئه ديمقراطيه سليمه الاعلام هو القلب الرابط للحياه السياسيه وهو الحارس الامين المكلف بالتنبيه وضبط ناقوس الخطر متى كان هناك اي تجاوز من قبل الحاكمين في ممارسه الحكم، وهو المكلف ايضا بالتوجيه وضبط التعطيل المجتمعي متى كان هناك أي خلاف من طرف المجتمع والمواطنين عن خط الديمقراطية واحترام قيم التعددية. وسائل الإعلام إذن هي الرقيب الذي يرصد بعين نقدية انحرافات كل الفاعلين في الحياة السياسية الاقتصادية الثقافية والمدنية. الإعلام كفلسفة ورسالة ومحتوى لا يتحقق وجوده بدون بيئة ديمقراطية، والديمقراطية أيضاً لا يمكنها أن تحمي مكتسباتها وتقوي ركائزها إلا بإعلام حر ومتعدد. إذن هي علاقة تفاعل وتكامل. إذا تأملنا التجربة المغربية الإعلامية سواء عبر مرآة التاريخ القريب كما قدم الأستاذ العشاري أو عبر ما نراه في الواقع الحاضر، سنجد أن المشهد الإعلامي والسياسي هما وجهان لأزمة واحدة، وأن مختلف التعثرات وحتى الانفراجات التي عاشها ويعيشها الإعلام هي صورة طبق الأصل لتعثرات أو انفراجات مسار الانتقال الديمقراطي البطيء. ففترات الاستهام المهنية والنضالية القصيرة التي يمكن الاستشهاد بها في تاريخ الإعلام المغربي ارتبطت بشكل كبير بسياقات سياسية فرضت انفتاحا سياسيا وإعادة ترتيب لموازين القوى. في علاقة الدولة بالإعلام في السياق الحالي نعيش أزمة مركبة هي تعبير عن نوع سوء الفهم وسوء الهمية وسوء التوظيف للإعلام من طرف الحاكمين، حيث نلاحظ أن هناك نوع من التخوف المبالغ فيه خصوصا في السنوات الأخيرة من حرية التعبير ومن إمكانية وجود صحافة مستقلة ومهنية مع ميل غريزي وتاريخي ربما لدى دوائر الحكم والسلطة السياسية إلى جعل وسائل الإعلام في خدمتها وأداة ضيعة من أدواتها الدعائية، وذلك بمبرر الإجماع والحفاظ على الثوابت. ولهذه الأزمة باختصار تجليات ومظاهر عديدة يمكن كما قلت تلخيصها في العناوين التالية مع محاولة تعميقها من خلال النقاش. فلأول مرة في تاريخ الصحافة بالمغرب لنا هذا العدد الكبير من الصحفيين في السجن، لم يحدث هذا حتى في سنوات الرصاص. تالي مظهر من مظاهر الأزمة في علاقة الدولة بالإعلام هو تراجع مسار التنظيم الذاتي للمهنة وعودة سيطرة الحكومة على المجلس الوطني للصحافة، وذلك بإنشاء لجنة مؤقتة لإدارة قطاع الصحافة والنشر كبديل عن المجلس الوطني، والذي رغم عيوبه ونقاط ضعفه شكل نقطة ضوء في مسار تطوير الممارسة الإعلامية المهنية واستقلاليتها، واليوم يدخل النفق المسدود. في هذه اللحظة نسير نحو وضع أسوأ وهو بسط التحكم التام في قنوات الإعلام العمومي بتوحيد هويتها التحريرية وإدارتها المالية من خلال التهيئ حاليا لإنشاء هولدينج برئاسة الشخص نفسه الذي يحكم الإعلام العمومي منذ نصف رابعا يعني المظهر الآخر هو هذه التعددية الخادعة والمضللة والتي تتجلى في تزايد عدد المواقع والقنوات الإلكترونية من خلال عملية تفريغ حصة غير بريئة كنوع من تصوير تعددية صحفية وهمية، لكنها مع استثناءات مضيئة قليلة تتوحد أغلبها في خطها الدعائي المضلل وانحرافها على الخط المهني والأخلاقي باستعمال التشهير والإشاعة والأخبار السائفة. خامسا نلاحظ حاليا غياب رؤية واضحة لفلسفة وتنظيم الدعم العمومي للإعلام، حيث يتأسس على مبدأ المساعدة كوسيلة للضبط والتحكم وليس بمفهوم الخدمة العمومية والاستثمار في إطار نوع من العقد الاجتماعي بين الدولة ووسائل الإعلام.
أيضا في المقابل نلاحظ استمرار فشل النموذج الاقتصادي للمحاورة الصحفية والتي يمكن أن يمنح الاستقلالية والإمكانيات التقنية والبشرية لتقديم محتوى صحفي جيد، وذلك في سياق بيئة اقتصادية تغيب فيها شروط التنافسية والشفافية والحكامة، وأيضا في ظل غياب قاعدة جماهيرية وقراء أو ثقافة القراءة أو المقروئية ووجود قاعدة من القراء والمتابعين يمكنها أن تدعم الإعلام المستقل والجاد. سادس ملاحظة هي التحديات الجديدة التي تواجهها الصحافة بفعل تأثيرات الثورة التكنولوجية ومنصات ووسائل التواصل، وذلك بظهور فاعلين ومؤثرين وصناع محتوى جدد في الإعلام زادوا في بعثرة الأوراق وساهموا في إضعاف المؤسسات الإعلامية التقليدية، حيث صرنا أمام مشهد جديد دخل في بدايته الرومانسية الأولى المواطن غير متخصص لينافس الصحفي المهني في الرسالة المجتمعية والنظامية للصحافة، ودخلته أيضا في وقت لاحق لكن بقوة أكبر الدولة بكل أجهزتها العنيفة والناعمة ووظفت منابره للبروباغاندا والتضليل وتوجيه الرأي العام وتدمير أصوات المزعجة. باختصار هي أزمة متعددة الأوجه يتداخل فيها السياسي بالمجتمعي بالمهني بالتنظيمي. إعلام قوي كما نعرف لا يمكنه أن يبنى بالنيات الحسنة وبالتعليمات الفوقية وبمزيد من المجالس والهيئات المنظمة. إعلام قوي لا يتحقق إلا في بيئة ديمقراطية سليمة ومجتمع مؤهل ثقافيا وحقوقيا لتشجيع واحتضان ممارسة إعلامية مهنية وبصحفيين وإعلاميين مؤهلين أكاديميا ومهنيا لتقديم محتوى جيد وبقواعد أخلاقية وقانونية توفر حصانة لحرية التعبير. عموما الخطاب السياسي المعلن يروج اليوم بأن المغرب يسير في مسار وأوراش تطوير مجال التنظيمي والقانوني والمهني للإعلام، لكن الواقع يحكي قصصا أخرى لنحاول تفكيكها وتحليلها معا في هذا النقاش من خلال قراءاتكم ورؤاكم المتقاطعة بين التاريخي والسياسي والسوسيو ثقافي والمهني للممارسة الإعلامية، ولنحاول في الختام أن نخرج ببدائل أو خارطة الطريق ليكون لنا الإعلام الذي نحلم به. في البداية قد أطلب منكم إذا سمحتوا الجواب بجملة أو اثنين فقط على سؤال: كيف تصفون العلاقة بين الدولة والإعلام في سياق التجربة الإعلامية الحالية؟ توصيف نقول الدولة والإعلام أو العلاقة بين الدولة والإعلام، ماذا يمكن أن تقول باختصار؟ يمكن القول بأن علاقة توتر وتوجس وفقدان ثقة. علاقة سوء تفاهم كبير. أوكي أستاذ عبد الحميد. علاقة استغلال وتوظيف ايديولوجي صارخ وتكريس أنظمة طاعة مطلقة لرأي واحد لمصدر واحد للخبر واحد والوحيد. شكرا أستاذ شريف. تنظري علاقة تكريس وأخيرا بنت على قطر يمكن أن تنظم في الشركة كرس زوجنا المستطاقية الكبد الأمر الذي ينتفي مع تواجد صاحب المستقيم لأن نور صاحب المستقيم هو وضع النخب الحكيمة تحت المجهر وبالتالي أن الأمر ينتفي. نعم علاقة مرتبكة لازالت مرتبكة تعكس صعوبة الدولة انزعاجها الكبير تجاه الحرية عن طريق الشباب. أستاذ أشعر نفس الإحساس؟ الإحساس هو أن العلاقة أصبحت معقدة. كانت معقدة لكن الآن أصبحت جد معقدة.
يتبعها الخوف، خوف الأمن من الرأي الحر، وخوف الرأي الحر من التعبير عن نفسه، لأن يجب أن نلاحظ أن الآراء الحرة في تراجع مستمر. نعم، هناك يمكن أن أكمل جملتي. كملتي جملتها. نعم. أردت أن أقول فقط هي لم تبقى علاقة بين الإعلام، بين الدولة والإعلام، بل أصبحت علاقة بين الدولة وجهات الدولة، هي أصبحت علاقة بين جهات الدولة والتحرير، علاقة بين الدولة والإعلام، بل أصبحت علاقة بين الدولة وجهات متخصصة والتحرير. يعني التحرير ماشي هذا اللي يصير. نعم. نتحدث. هذا المسألة ديال الخوف اليومية وعندها أصل كيرجع 59 وكيكبر بسرعة. يعني الدولة تخاف من الخبر وليس من الفعل فقط، تخاف من الخبر أن يكون موضوع صحيح ووصل إلى الناس، تخاف من الحقيقة. 59 تدشين وكالة المغرب العربي للأنباء كان العبارة الرسمية هي الخبر مقدس والتعليق حر. خبر مقدس شنو معني؟ كيفاش تأول السلطات على أعقابها رغم كل محاولات ديال الإصلاح أن لا يقرب أحد من الخبر، يقرب من تأويل، حتى ما تقوله السلطات هو تأويل ماشي خبر. وإذا تبعتوا الزلزال كيفاش نقلت أخبار الزلزال في الخبر الرسمي، يعني صارخ لا وجود للخبر، وجود تأويل معين للخبر. وفي فترة كوفيد أيضا نفس الشيء. إذا نتحدث اليوم عن غياب وعن تراجع حرية الإعلام في المغرب، وكأننا يعني في بلد يمتلك تاريخا وأعرف في الممارسة الإعلامية الحرة، بينما الفترة الوحيدة التي يمكن القول تجاوزا بأنها فترة ذهبية للإعلام والصحافة كانت في منتصف التسعينات وماتت مع بداية الألفية. هل هذه التجربة الكافية للحديث عن وجود صحافة حرة في تاريخ المغرب بالمعنى المهني للكلمة وطبقا للمعايير الدولية؟ أستاذ منجي، أنت برؤية مؤرخ. هو حقيقة مرتبطة دائما العلاقة بين الإعلام، هذه العلاقة التي في المغرب دائما كانت عضوية أو شبه عضوية، هي كانت هي حسب يعني الوضع السياسي، لما يكون هناك انفتاح على المجتمع وعلى الأحزاب المعارضة ولا تكون هناك إرادة للسيطرة على الخبر، لأن يعني الخبر يصبح سلاح للمعارضة أو للمجتمع ضد الدولة لما تكون علاقة سيئة ومرتبكة وغير واضحة وغير لا تخضع للدستور ولا تخضع للقانون من الدولة والمجتمع. فأنا أقول أن هذه العلاقة بين الدولة والإعلام هي علاقة تابعة للوضع السياسي سواء في هذا الاستعمار أو بعد الاستعمار. يعني سؤالي تاريخيا، هل عشنا بالمعنى بمعنى الكلمة حرية تعبير أو وضعية حرية تعبير متكاملة ووفق أعراف الممارسة الصحفية بالمعايير الدولية؟ هل عشنا هذه الفترة؟ نعم، أقول بضعة شهور كل سنة بين 95 و 2002، بضعة شهور كل سنة هي حرة تماما وأحيانا تجاوز للحرية. مثلا نسبي شخص حيثني أستاذ عبد العالي، ما طلقش منك ذاك الكلمة المجازة معذرة. في رأيك هل يمكن أن نتحدث تاريخيا في تاريخ الممارسة الإعلامية بوجود فسحات حرة لممارسة إعلامية حقيقية؟ ربما سنجيب أكثر عند المحطة التاريخية، ولكن حسب ما قرأنا في بعض الصحف منذ الاستقلال كانت من الصحف المعارضة رجل إعلامي يعني جد جريئة، مثلا جريدة التحرير أو المحرر، مواقف قوية جدا،
راه كان هناك ثمن سياسي، ولكن في نفس الوقت كانت هناك حرية التعبير. أعتقد منسوبها كان مرتفع جدا بالمقارنة مع ما عشناه فيما بعد. بداية الألفية ونهاية التسعينيات أيضا كان هناك واضح أن ظهور صحافة مستقلة بخطوط تحريرية غير حزبية وغير خاضعة للخطوط السابقة الكلاسيكية، ساهم أيضا في رفع حرية التعبير. ولكن أعتقد بأنه الموضوع ديال الصحافة ما محصورش فقط غير في الصحافة في حد ذاتها، هناك أبعاد أخرى ينبغي أن نناقشها. القضاء الذي يحمي الحريات، وضعية القضاء تؤثر في وضعية الصحافة، المال الذي يتحكم في الصحف، مصدر هذا المال والمشروعيات المرتبطة بالمال. إذا تتبعنا هذا على الأقل هذه جوج الأبعاد، أعتقد كاين حتى أبعاد أخرى، ولكن على الأقل وضعية القضاء كحامل الحريات، إذا لم يكن القضاء يعطي الضمانات الكافية بأنه قادر على حماية حرية الناس، بل وبالعكس يمكنه أن يساهم في إضفاء الشرعية على المتابعات التي تكون يعني غير قانونية، فهو الذي يدفع عليها الشرعية، كما حصل بالنسبة للانتهاكات التي كانت في السابق، الانتهاكات كلها كانت تمارس خارج القضاء، ولكن الذي كان يدفع عليها الشرعية في الواقع هي الأحكام التي تصدر عن القضاء، ولذلك توصيات الإنصاف المصالحة انتبهت إلى ذلك وقالت بإصلاح المؤسسات على رأسها مؤسسات القضاء، ما دمنا لا نتوفر، وأي واحد غير قادر على أن يتحدث على وجود قضاء قادر على حماية حقوق وحرية الناس، بس هذا أيضا يتحدث به الشر. وأيضا ما دمنا نتوفر على رجال أعمال وفي نفس الوقت يتوفرون على السلطة وقادرين على شراء مواقع إلكترونية وتمرير خطابات بدون أي، وأيضا يعني التحكم فيما ينشر في الصحافة بطرق وفيما لا ينشر أيضا. يمكن أن تكون الأمور غير تساوي في ذات النشر، ولكن هذا هو ثمن الدعم الذي يقدمه لمواقع أو صحف. عبر تاريخ المغرب يعني الحديث عن الإصلاح، يعني كانت هناك دائما أغراش للإصلاح، يعني دائما الدولة ترفع هذا الشعار، حوار وطني حول الإعلام، تحرير قطاع الإعلام، دعم الصحافة، يعني هذه الأغراش من يفشلها على مستوى الواقع؟ هل هم المهنيون أم الفاعل السياسي أم الجمهور أم من المسؤول؟ تفضل. قبل السؤال استمرار مسألة الحرية في علاقتها بالإعلام، ماشي دائما راهينا بوجود قوانين أو بوجود مؤسسات. في تجربة المغرب على الأقل منذ الثلاثينيات ديال القرن العشرين، فشتات النخبة المغربية تطرح في السوق منشورات إخبارية إعلامية ثقافية إلى غير ذلك. إلى التسعينيات الحرية دائما كانت القوة الاجتماعية التي تفرضها. في عهد الحماية انتشرت ظاهرة إيجابية قوية جدا حدثت بالرقابة، كانت هي العنوان على يعني تدخل الجريدة أطراف أشكال فيها بيضاء وتكون فيها حدثت بالرقابة من المحرر فيما هو التحرير الى العالم العالم في المشاكل ديال الكره وديال الفلاحه، رددت من ايضا ولا تكلفه ولا تكلفه. فمنين تكون القوه السياسيه والاجتماعيه متحركه وعندها افق ابعد من الافق اللي رسمها الدوله، تتفرض الحريه وتصبح ذاك الصحافه هي القادره بالحريه، مش القانون اللي تنظم الصحافه. وتنعرف انتم احسن مني العربيه في كل اللي نشطوا في هذا المجال، يعني القانون ديال 58 بقى يفرغ من محتوى حتى يفرغ من محتوى، وحتى لما دارت المناظره في منتصف التسعينات ولا بدايه التسعينات، وحتى لما درات الفترات اللي دابا شرناها يقول جوج ديال واحد النوع ديال المتنفس، وما كانش حريه ما كانش يعني واحد نوع التسامح. علاش كان؟ لان كان تحضير للخلافه، تحضير لما بعد، يعني خص
ايجاد واحد الارضيه جديده في المجتمع المغربي اللي الناس اللي قضوا حياتهم في المعارضه يقبلوا يشاركوا في الانتقال السلمي النزيه البناء من ملك الى ملك بلا تضحيات ولا حتى شي حاجه. فلذلك كان من اللازم لانه عدد امور راه شرها الاستاذ الاشعري وجات التعليم ديال هذه طرات في المناظره في المناقشه ماشي في التوصيات المناظره ديال الاعلام. يعني كان السيد طريشه هو اللي مسؤول هو اللي كيتبع مع الجمعيات ومع الفاعلين وفي قلب الوزاره وانا السيد معلم مازال حي ومازال وكيكتب وكذا وشاهد كيفاش طرحت في المناقشات الحاجه الى وضع اعلامي مختلف تماما. انه كان طريشه تذكر المظاهرات ديال تونس وما تذكرش المظاهرات ديال شعب محمد الخامس قدام البرلمان او غير البرلمان. هادشي مش معقول. كيفاش؟ وحده ديال النهار كانت المظاهره عالميا ومدايزه في فرنسا دايزه وحده ولكن في التلفزيون في المغرب تيشوف غير المظاهره ديال تونس ديال الجوع. ولكن المناخ كان هكا تقتضي لان يعني الدوله تريد تنظيم الانتقال والانتقال ما كيتمش على شهر ولا على شهرين يعني من التسعينيات هذه. ولذلك الحريه بالمعنى اللي كنتكلموا فيه خصو قوه سياسيه خصو قوه اجتماعيه وخصو اكثر من داك الشيء في المستوى الفردي والشخصي. اذا سمحتي لي المستوى الفردي والشخصي الاستقلال الفكري والنزاهه الفكريه مع المكافحه المهنيه. لانه الى بغينا نناقشوا الاعلام دابا الان كيفاش هو المظهر الكبير ربما اولا ما سمعتش ولا ما ردتش البال المظهر الكبير ديال الضعف ديال الاعلام ديال الغيه ديالو هو اللامهنيه. كيفاش المهنيه؟ كيفاش تيسمح باحث اكاديمي تيقرا الاف الطلاب في الجامعه تناقش رساله ديال سانشيز مازال ما منشورهاش نهائيا لم تكن قد نشرت في اسبانيا اللي معنيه هو يناقشها امام الملا وما كاين حتى واحد لا صحفي ولا مراجع عليه ولا قضي ناقش الظاهر ديال البلاغ ديال سميتو الديوان الملكي معقول شروط هذه ولكن تهضر على موضوع ما عندكش تاع الاسلام ما عندكش هذه ماشي يعني لا ممكن لا نزاهه لا معرفه وماشي غير هذا الموضوع. شنو الموضوع؟ تفكوا به بحال اللي شاهد لما جاء الابراهيمي كيدافع على واحد العدد ديال الاجراءات ديال التوقيع وجاو 50 الناس مغاربه فاش داروا بيان مضاد للتوقيعات على الاقل بالنسبه للاطفال اللي اقل من 10 سنوات جا كيحججهم بالمجلات العلميه وجاء الصحفي اللي موقع هكا امام التلفزه وجبد هذيك المجله اللي كيشير لها السي ابراهيمي اللي هو المسؤول ذاك الوقت كيقول له اش تقول المجله بالانجليزيه راه مش هادشي اللي تقول انت هكا تلفزيون غادي. فبالتالي الحريه ضروريه وما يمكنش الاعلام يتقدم ولكن علاش هو موجود الاعلام؟ باش يقوي ويوجد هاد الحريه. نعم علاش موجود الاعلام الاساس عفوا اضافه جوج ديال الاضافات الملاحظه الاولى هو ان كيبان ان لدينا مدن الحمايه الى يومنا هذا مرورا بالاستقلال اللي كيقرا في الجانب الاعلامي هو جانب الراي اكثر من جانب الخبر. هذه من المميزات الاساسيه. علاش؟ الخبر او التقصير. قلنا الاعلام في المغرب تأسس في واحد المرحلة اللي كانت لادفيرسيتي كانت المواجهة فبالتالي كان الرأي أهم من الخبر وبقينا على هذا المنهج. كيتكلم مع حميد الدين عن التحرير والمحرر وتا قبل منهم الاجتذاب الفرنسية من بعد الاستقلال الديمقراطي الشعب كانت لهجة انتقاد قوية جدا كان شيء جريء وكان تدافع ولكن دائما على راسي. هذه نقطة مهمة جدا. الخبر كيجي من بعد ماشي الخبر أولا عادي وهذا المنحى هذا هو اللي جعل أننا اليوم عندنا الناس كيعطيو آراء كل
شيء كيعطي الاراء، ولا الصحافات ديال الراي يبني لي على حتى حاجه. ما بديش على بيانات، على تحقيقات، على دراسات، على شيء، لا، اللي كيعطي الاراء. فبالتالي حتى المفهوم ديال الحريه التعبير خصنا نفكروا فيه. هذا ماشي مفهوم ايجابي، صرفناه بواحد الشكل يمكن اللي كيسمع بكل شيء ويمكن يخلع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي الإصلاح. طرحنا سميتو العنوان ديال هذا اللقاء هو الدولة والإعلام. إذا طرحنا هذا العنوان في دولة ديمقراطية كاين في بعض الدول يقول لك شنو هذه الدولة والإعلام؟ جاب الدولة والإعلام. يمكن تكون إعلام الدولة، ولكن حنا عندنا الدولة والإعلام، حنا عندنا النموذج ديال الدولة هي اللي كدير. ثانيا شنو بان؟ بان هذه الإصلاحات كلها اللي دارت، دارت إصلاحات وكانت فتحة وكانت تعددية على الأقل فيما يخص العناوين والإيغاديو، ماشي الإيغاديو اللي سميتو الإذاعات، كاين واحد شبه تعددية على الأقل. اللي أنا كيستطر الاهتمام ديالي هو أن هذه الإصلاحات كلها عند منطلق مؤسساتي، منطلق قانوني، كأننا نقنن وأن الإشكالية إشكالية تقنين فقط. بل أنا كنتذكر هذه تقريبا 20 ساعة هنايا طرحنا الإشكالية ديال الإصلاح تبع السنين اليساري، وطرحت أنا ذاك السؤال الذي يبدو بديهي، هي هل لنا تصور لمضامين خدمة عمومية في مجال سبعي البصائر؟ واش كاين تصور؟ شنو هي المحددات ديال الخدمة العمومية في هذا المجال؟ لأن التلفزيون حنا كنمروه بالدائرة ديالنا، فبالتالي كنعتبروا أنها خدمة عمومية. شنو التصور؟ قبل ما نتكلموا على الهياكل وعلى القوانين، لا لا لا، تصور شنو هما المحددات؟ فبالتالي تناقلنا التصور، عاد الدولة يمكن تبني سياسة عمومية بمعنى الكلمة، ماشي سياسة عمومية هي وجود وزارة الإعلام، لا، سياسة عمومية مكيفة مع التغيرات والتقلبات اللي يعني كنشهدوها اليوم في العالم، في العالم الرقمي والعالم المعرفة اللي حنا كنعيشوا فيه. فهذا نقطة مهمة، النقاش وغياب تام لنقاش عمومي حول المضامين ومحتوى هذه الخدمة العمومية في مجلس سبعي البصائر. نعود لهذا المحور ونبقاو دائما في هذه مسألة الحرية الموهوبة بالفوق لانقطاع الصحافة ولم تتأسس وفق تقاليد مجتمعية وأعراف الممارسة المهنية. وفي الواقع استعملتم كلمة فسحة، وهذا تعبير مهم، لأن فعلا حرية الإعلام كما هي متعارف عليها في العالم وبأسسها لم تتحقق في المغرب، ولكن هناك فتحات يتكلم عليها الإخوان. حرية الصحافة في المغرب ارتبطت بمسلسل ترسيخ السلطوية. في البداية كانت شخصيات وطنية قوية، أنا شعية الوطنية وديال المقاومة وديال في 56 57 58، وهي يعني شرعية وطنية في مقابل النظام أو القصر. محمد الخامس عاد من المنفى بشرعية وطنية أيضا، إذا كان النظام وكانت الشخصيات السياسية الوطنية عندها وزن. هذا الشيء مش جريدة التحرير وما تتحدثها، كانت فيه معنوين قوية لا للحكم الفردي، كانت تكتب في الصفحة الأولى جريدة التحرير، بمعنى التوجه مباشرة إلى المسؤول هو رئيس الدولة. لكن مع ذهاب جيل من الشخصيات الوطنية، الشخصيات والأجيال تذهب والسلطة تبقى، فأصبحت السلطة أقدم من الجميع، وصارت هي ربكم الأعلى، لأنه كلما تقدمنا في الزمن ترسخت السلطوية وتراجعت عناصر التوازن مع السلطة، ما كيبقاش توازن، لدرجة أنه في وقت ما شعرنا بأنه لم يعد هناك مؤثر سوى السلطة، فهي تملأ كل الفضاءات وهي الفاعل السياسي الوحيد، والباقي كيتفرجوا أو خايفين إلى غير ذلك.
فاذا هذا المسلسل ديال تطور السلطه مفهوم السلطه في المغرب المفهوم السياسي انعكس على وضعيه الاعلام. حريه الصحافه والاعلام ارتبطت بالدوله الحديثه وبمفهوم الديمقراطيه وبستدير مرتكزات اللي معروفه. اذا توفرت ستوفر حريه الصحافه، اذا لم تتوفر ما غتكونش. سمو القانون فوق الجميع حاكمين ومحكومين، احترام الحريات الفرديه والجماعيه، فصل السلطات، المساواه على قاعده المواطنه، التدبير المعقل للمؤسسات، هذه مرتكزات لم تتوفر في المغرب منذ الاستقلال. هناك محاولات لبنائها لكنها لم تتوفر. اذا لماذا نريد ان تتوفر عندنا حريه الصحافه ونحن لم نوفر المقومات الاساسيه للدور الديمقراطيه؟ لاننا لم ننجح في الانتقال نحو الديمقراطيه بشكل سلس وسلمي كما يقال. لم نوفق بسبب طبيعه الصراع في المرحله الاولى ثم فيما بعد ثم الان. ثم جاءت المحطه ديال 2011. المحطه ديال 2011 كنت فيها بتصريح، قلت هذا ما يحدث الان واللي سميتو انتفاضات، لم اسميه ثورات لان لم تكن ثورات، كانت دي ريفولت نو با دي ريفولوسيون، كانت انتفاضه. قلت هذه انتفاضات واحده من الجوج، اما ستؤدي الى خلق التوازن مع السلطه وبناء المؤسسات وتقويتها ونشوف تلك الديمقراطيه، واما سيتم استيعاب الوضع فيما بعد وسنتراجع عما كنا عليه من مكتسبات في 2010 اللي تبنات منذ 99 وحنا غادي. وحدث للاسف لسوء حظنا حدث الاختيار الثاني، حيث ما يحدث الان تكلمت على التراجعات حريه وكذا، ما يحدث هو محاولة استيعاب الوضع ولكن بشكل مبالغ فيه، لدرجة أنه ما رجعناش 2011 و 2010 بل بلغنا إلى درجة أننا تراجعنا عن المكتسبات، وهذا يسيء إلى الدولة ويسيء إلى المغرب ويسيء إلى الفاعلين المختلفين، لأنه في النهاية لا أحد يرضى عن عملية أو عن الوضع اللي هو فيه. فإذا مسلسل ترسيخ سلطوية يعرقل حرية الإعلام ويجعلها يعني مظاهر خارجية، بحال دابا يقولنا أن السلطة تريد الصحافة ولكنها تريد الحرية، تريد الصحافة بدون حرية، الصحافة في خدمتها. نعم أنا كنت بالنسبة لقضية الحرية يعني باش ما ما نعتبروش بان هذه الحريه واحد المعطى جاهز يمكن تعطيه لنا الدوله عبر القوانين او يمكن حنا نعطيه لنفسنا عبر الممارسه. مسائل ماشي هكذا، بالعكس يعني معقده كثير. يعني انا كنظن بان الحريه هي واحد نتيجه واحد الصراع دائما، اذا كان صراع قوي يمكن يعطي حريه اكبر، إذا كان صراع ضعيف والأطراف اللي فيه واحد أكبر بكثير من واحد حرية الكرة ضعيف. هذا بيناته إحنا كنا أكثر حرية في الوقت اللي تم تسميوه اصطلاحا سنوات الرصاص، وأكثر حرية ماشي لأن الدولة سامحة لنا ولكن لأن الأقلام القليلة اللي كانت كتشتغل في الصحافة كانت تعتبر بأنها مسؤولة عن صراع تخوضه ضد الدوله من اجل تحقيق مكاسب ديمقراطيه وحريه الى اخره. احنا دابا اللي كنلاحظوا اليوم هو ان الضعف السياسي مؤثر الى درجه كبيره على هذا الوضع، لانه هو اللي يعقل اولا الانتاج الجيد في المجال الصحفي، هو اللي ما تخوض الصراعات القويه اللي يمكن يبان فيها هذا التجاذب ما بين الحريه وقمع الحريات. ولذلك من الصعب نقول ان اليوم فقط نوضعوا الحريات تحت عنوان التراجع. كاين اشياء اللي تفيد التراجع،
ولكن كان اعطاء اخرى من غير التراجع اللي هو ناتج عن اللي تسميوه البعض الدوله القمعيه او الدوله الامنيه. لا لا كاين اعطاء اخرى كثيره اللي مرتبطه بالتكوين في هذا المجال، اللي مرتبطه بالوسائل الاعلام بزاف، السياسه ديال الدوله العموميه في المجال ديال الصحافه وفي الاعلام. يعني انا اعطيكم همتان واحد بسيط بهذه الحكايه. لما تكون الدوله كتدعم الصحافه مزيان هذا مطلوب ديمقراطيه، ياك حنا كنا طالبين تقراو الدين، كيفاش كتعمل؟ كيفاش يمكن تسمحوا تمولوا الاعلام الرسمي؟ لان حنا كنا كنردوا نسميو الاعلام العمومي. الاعلام الرسمي ممول باموال عموميه، ولكن هو تنطق الاسم. كيفاش تسمحوا لمسكوا بهذا الشيء؟ ولكن ما تتخليوا الصحافه المستقله الحزبيه تختنق بالمشاكل ديالها الاقتصاديه حتى تموت. اذا هذا شيء مدبر. طيب مزيان تقدم لها الماكت نقابه الصحافه قويه وكتقدم لها الى اننا نحصل على الدعم. دابا الان كاين هذا الدعم مازال مستمر، لكن شوفوا الشكل ديالو اللي بقى الان مثلا من بعد كوفيد. هو شكل داعم بشكل مباشر اجتماعيا للصحفي، بحيث يمكننا نقولوا ان اليوم الصحفيين تتخلصوا مباشره من الدوله باش يشتغلوا في منابر اعلاميه قد تكون معارضه لانفسهم. نعم سنعود الى اخر حاجه اللي ذكرتيها مهمه بزاف، هو العجز الكبير في الجسم الصحفي عن التنظيم الذاتي. اليوم هذا موضوع اللي نجمش نتقدموا في الحريات ونتقدموا هذا بدون هذا. يعني فشل ورش يلا بسبب عدم اتحاد الصحفيين فيما بينهم على وجود سلطه حقيقيه او اراده حقيقيه لتغيير. واحد السؤال علاش كاينه مناظرات كثيره؟ كيف على التعليم مصلحه التعليم كاين مناظرات؟ ماشي مناظرات تاسيس اي ولا تؤدي الى ان نشوف بسبب ازدواجيه في الدوله. لأن الدولة في هذول المؤسسات والقوانين والنص المكتوب، ولكن كاينة داخل الدولة، بمعنى دخلنا في الدولة الحديثة تقنيا ومؤسساتيا ولم ندخل روحا. وهذاك الشيء اللي كيسكن الدولة ونتحرك من خلالها نونتيتي هكا ما كتخلي حتى شي حاجة من دوك التوصيات أنهم يدوزوا كل شيء. استاذ شريف، في اطار هذا النقاش حول الحريه، هل غياب حريه التعبير كما قال الاستاذ الاشعري الشيء فقط هي مرتبطه اصلا بمشهد سياسي او واقع سياسي، وغياب كما قال سلطه مضاده او صراع سياسي حقيقي يمكن ان ينتج هذا التدافع في حريه التعبير الصحافه في الراديو؟ شنو اللي يتمنع في نظرك انت غياب حريه التعبير في المغرب، هل تعود هي مشكل سياسي ام مشكل مهني؟ كاين العناصر هذا بالمستوى السياسي كتقول على المصلح اسباب فشل المصلح، لان كنتي دجا خير خارج من هذا الشيء، خير خارج من كاين واحد عالم في العلوم السياسي، واحد الشاب في العلوم السياسي تسمى الجراف بنات دوبيرتون، هو الاسم ديالو هو الاوبيرتون، تسمى نافذه اوبيرتون ولا نافذه الخطاب العام. تيدير لك شنو هو نافذه الخطاب العام، هو ذاك الاطار اللي تم عطاو الطباعه للراي العام انه يقدر يتكلم فيه، مجموعه ديال المواضيع ودي الافكار اللي يقدر يطرح فيها ويتناقش فيها. وخارج هذاك الاطار حنا كلشي طاب ما يمكنش كاع تفكر فيه. هذا المشكل هو اللي مثير انتباه في المقاهي هذه ولا في المفروض، هو ان الاطار هذا قابل للتحريك. الفاعل السياسي او المقاهي ولا الجبهه ولا الاعلامي يقرون ندوزو الامور اللي كانت في واحد الوقت ولا اليوم بحال نعتبروها غير قبل النقاش تولي زمان اخر متداول. يعني خص واحد الجهد من طرف الصحفي باش يتفاعل بوسيري لي فرونتيير ديال هذاك. ولكن يعني كنتمنى من الصحفي يكون محفز ديال هو كاشف بطبيعه الحال ديال واحد الواقع ريفيلاتور ديال هذا الفيلم، حتى
كاتاليزور يعني محفز للتعلم وخصوني ندير واحد المجهود باش يدفع هذاك الفرونسيير ديال الكاب ولكن ما نقدرش نصبرهم الجرأة هذي إلا مكانش واحد القضاء تحميل إلا مكانش القضاء تحميل يعني مادام القضاء في مجالي يعني ما يمكنش عندك واحد القضاء المستقل تمشي مع المسؤولين مع يقول ان 150% ديال المغاربه كيعتبروا ان حريه التعبير هي اراء ديالهم مقفوله 150 معناها 42 كيعتبروا الرقم الثاني وكتفي به 71% ديال المغاربه كيعتبروا ان حريه الصحافه مضمونه 71 هذا الرقم ديال لا غبغون مستطلع لا الرقم ديال ميبا ديال هذاك ديال سميتو المركز ديال نفس الموضوع كيعطي 25% ولكن هذا ديال لا غبغون كيقول 71% بزياده قدروها 12 نقطه بالمقارنه مع 2022 إن هذا الاستطلاع ديال هذا ديال هذا الارتفاع 12 نقطة شنو وقع ما بين 22 23 24 باش يرتفع هذا الرقم لأن نفس العينة الناس نساو الناس نساو شنو وقع هذا الناس كيعتبروا هذا على أساس خصنا نستقراو في رعينا رعينا ماشي هو رعي يمكن يكون رعي مخباوي في نفس الوقت ولكن بالنسبة للمثولة ديال المجتمع شيء آخر لكن تشويش أي دقيقة اي كانت كنيسه جوابي واش عارفين في مستشفى عسير كاين استاذ عسير ما عطيتكش الكلمه عرفك ونجي من الشعور ونصدر النقاش غير كاضافه للابطال حتى التقرير ديال هالسنه ديال صحفيين بلا حدود زاد 15 في الوقت اللي عندنا صحفيين كثار في السجن ومدويين يعني 17 الان معتقل سبب رايه وسبب حريه التعبير اذا هذه المعطيات الاقل هي خاديه ماشي كتعكس الحقيقه تفضل العوره التعليق على هذا الشيء راه كل ما تزادت الحريه كلما ازدادت الحريه يصبح الناس العادية لا اقول الصحفيين او المناضلين السياسيين يصبح عندهم يعني لا بريسيون واحد التعبير كاين الحريه نعطيكم مثلا واحد المثال ديال 2009 كانت السي بي جي دارت تونس حسن بزاف من المغرب يعني 2009 واقع عندنا مزيان كاين الذكاء الجورنال وتقريبا يعني تونس يعني دايرين احسن تقريبا 30 هذيك الدرجه اللي كبر طلع المغرب سولت انا واحد من المؤسسين واللي كان هو عضو مكلف بهذا الشيء ديال هو كمال العبيدي اللي هو من بعد غادي يطرس اللجنه ديال اصلاح الاعلام من بعد الثوره في تونس شي واحد اللي عارف قال لي انه كاين طير وقمع في تونس حتى ما كاينش اللي كيكتب شي حاجه ما عرفت دابا كيطلع حتى واحد هذا الشيء اللي كاين انت عندك بانه صافي كاين عندك الصمت والمقبل اذا حتى الاعتقادات شحال عندنا 10 صحفيين متعلمين ولكن كون كان زعما كاع هذوك الصحفيين كيريزيستي وكيقولوا لي بغاو راه غيكون عندنا الاف المعتقلين. يعني مؤشرات القياس هي عدد المعتقلين والمتابعه. زائد انه الان مع الاسف كل مع الاسف كل كيدار هذا بحال مثلا ميبا الى اخره راه شحال من مره انا تذكرت مع لو فونداتور ديال ميبا كيدار التليفون الناس كيخافوا خصهم يعرفوا بان المؤسسة الآن حسب هادشي اللي كيدير بيبا المؤسسة الأكثر شعبية والأكثر إنسانية والأكثر عندها صورة جميلة هي الدولية الناس في التليفون واش غادي يقول لك غادي يقدر ينتقد وزارة
من الفقيه البصري التمويلي وعبد الرحمن اليوسفي كذلك يعني في الاستعمار اول قرار كانت تاخذ ملي كتدخل لواحد المرحله ديال التحكم في الوضعيه السياسيه الوطنيه كان اول حاجه مثلا هي هذاك ديال ماكسيموم دي بلابل منعت كاين كذلك المحتوى المعرفي الان اصبح ضعيف جدا لان كاين الان اللي كيقارن لنا مثلا الوضعيه بانه ولا واحد التحكم كيما يقول عضوي تحكم في التحرير تحرير في لا ريداكسيون يعني بحال داكشي اللي كيجبد دير على جرعه ناصر بعد سوريان ولكن المشكل عندنا المحتوى المعرفي ما عندناش ديال الاهرام يعني المحتوى المعرفي الان ضعف جدا حتى الناس ولا كتقول لك نقرا الجورنال بعض المرات كنقول انا كنقرا الايام بعض المرات الواحده اللي تقريبا قابله للقراءه كيضحك عليا يقول لي كيفاش كتقرا الصحافه مكتوب عليك اذا راه كاين واحد التغليظ ديال الراي العام راه كيجي ملي كتصدر راه ستالين ملي مات راه بداو عليه الملايين بما فيهم ابناء واحد دوز له دوكا شي 10 سنين هذه التلفزه الفرنسيه باه كان في البولاك وهو كيبيع ستالين يعني كتسيطر نهائي والديكتاتوريين هما اللي كتكون عندهم جنائز اكبر في العالم الجنائز اكبر للناس اللي كينتحروا الى اخره هما ديكتاتوريين ديمقراطي عمرك ما عندوش شي جنازه كبيره. نعم سواء فتحت الدوله او اغلقت هذا القوس ديال حريه التعبير كتبقى ديما واحد الخطوط حمراء ثابته لا مناقشه فيها هي على الاساس بالمؤسسه الملكيه بالدين بالوحده الترابيه. كنلاحظوا اليوم في السياق الحالي انه انضافت مقدسات اخرى يعني هناك بزاف الصحفيين متابعين بسبب او مدونين بسبب النسب والمؤسسات ديال الدوله او باشخاص في الدوله او بمسؤولين حكوميين يعني شنو قراءتكم لهذا الموضوع؟ بعد رفع قضايا من قبل المسؤولين اذا سمحت لي بجزئيه وعاد نرجع للاشياء دابا في العام جات عبارة مزيانة قوية إن أبرسو اللي هي بيبتوها الغريبة علاش تتخلق الانطباع على أنه بلاد فيها الحرية يعني حتى الذين يتابعون من أجل آرائهم ولا مواقفهم ولا تحليلاتهم لا يتابعون من أجل تلك التحليلات أو تلك الآراء أو تلك المواقف تختلق تهم أخرى جانبية يمكن يكون عندها أساس من الصحة ضعيف جوج فاصلة واحد يعني أشياء ذاتية أشياء إنسانية ولكن هذا الجانب آخر هو ما كان يسمى في عهد الوزير الأسبق للداخلية راحل يرمي الفات أنه أنت مشيتي حضرتي واحد التجمهور 20 عام وكل شيء شكل ما زايدة راه دخلت تسجل وهذا هو اللي مشى في النهايه الى اللي تسمى الحوار بسياسه الضبط دون عفوا سيحمد باش ما عندهاش تصور الاعلام ما عندهاش تصور ديمقراطي للاعلام ما عندهاش تصور عدلي عداله ديال العدل للاعلام ما عندهاش تصور ديال الانسان للاعلام ولكن التصور عندها تصور لي كيخدم الشرعية اللي هي لا شرعية هنا متفق معك ما كاينش ازدواجية عند السلطة ازدواجية حنا كنعيشوها السلطة عندها شرعية مركبة تستعمل في كل حالة وفي كل مرحلة شرعية معينة عندها الشرعية الدستورية عندها شرعية البيعة عندها شرعية الإمامة العظمى عندها شرعية ديال الجماعة فلما تكون كاينه المشاكل ما كيبقاش يحكم لا دستور ولا قانون ولا مؤسسات اللي تتكم هو 16 برلماني باش تحكم عليهم بكونهم خرجوا من الجماعه وفي
قالت لي يعني وجدان وفي العقل ديالي الوضعي اللي خرج على الجامعه غير اداره بلادي. فاذا الدوله عندها تصور، ولكن هذا التصور ماشي هو اللي كافحوا نهضوا المغاربه من اجله، سواء من الحمايه او من الحمايه حتى اليوم. هو تصور اللي تيخدم تسميه الدوله السلطويه نعم، ولا تسميه دوله المخزن ديال الطاعه، يعني لا الطاعه، لان احنا المشكل الكبير هو الطاعه. الطاعه ان ما عندكش حق تكون في خلاف مع الولي، ولي الامر، ما عندكش حق. ولي الامر الى هدر انتهى الامر كله. والحكومه او السلطات ولا الاجهزه سهلت على راسها المهمه الان من 17 عام اقل لنا بشكل واضح، ومعاد تماما يعني من 11 فاش دازت الهبه ديال 11 سميوها الانتفاضه او سميوها على غير الثورات او ربما 1880 سميوها اللي سمينا. المهم استغلت كما هي العاده عند المخزن يعني اقوى استغلال، وتم تحول عن كل الرصيد اللي تحصل 10، ولكن برز بالخصوص مع 17 مع الانضمام من جديد الى الاتحاد الافريقي، واصبحت السياسه كلها في خدمه هذه الوجهه وطابوها الفكر. طبعا ما كاينش شي حاجه اللي ماشي طابو دابا، كلشي دابا خلينا نكتب حاجه وحده، انه المشكله في الشرعيه، كاين الشرعيه وما كاينش المشروعيه. الشرعيه هي الدين، هي الله، هي التكوين، هي كذا، لكن المشروعيه هي المؤسسات المؤسسات المعطله والمعطله. قبل أقول سوء الفهم كبير حقا من طرفين، من سوء فهم لوظيفة الصحافة من طرف الدولة أو السلطة البحرى، تعتبر بأن وظيفة الصحافة هي الدعاية وليس الإخبار وليس إشعار الناس بالحقائق، هي وظيفة خدمة السلطة ونشر، والدعاية ليست هي الإخبار وليست هي الصحافة وليست هي الرأي الحر. وفي بعض الأحيان هناك عادة سوء فهم وظيفة الصحافة من طرف الصحفي نفسه. الصحفي ليس معارضا بالضرورة، الصحفي هو ناقل أخبار يمكن أن يعلق عليها ويمكن أيضا أن يقدم بعض الانتقادات. سوء الفهم أيضا من طرف الدولة هو الانتقادات التي يتقدم بها الصحفي أو الناشط السياسي تنظر إليها وكأن انتقادات للأشخاص وليس انتقادات للسياسات، فنصبح امام ردود فعل فيها طبع ذات طبيعه انتقاميه يعني وليست ذات طبيعه يعني قانونيه او يعني كتولي مشاكل عندها طبيعه شخصيه في العلاقه مع بعض الصحفيين، ربما كتبوا مقالات او اراء فاعتبرت كانها مس للاشخاص وعدم التمييز بين النقد الذي يوجه للسياسه والاشخاص. يعني المشكله ليست في الاشخاص، المغاربه ليست بينهم مشاكل على الاشخاص، المشكله في السياسات. ايضا الصحفي في بعض الاحيان يعتقد ان المطلوب منه هو يعني الدعايه اكثر من تقديم الخبر بشكل محوري، وهذا هو اللي سمعه بعض نحن من الرقابه الذاتيه، دابا كتعملات يعني متحكمه بواحد الشكل كبير. ايضا في بعض الاحيان نلاحظ في فترات تاريخيه معينه هناك جرأة من طرف الصحفيين وبالتبرئة بالخصوص ضد وزراء أو ضد الحكومة أو أشخاص أو مكونات حكومية حينما تكون سياسية، ولا تكون هناك نفس الجرأة تجاه شخصيات أخرى يعني ليست منتخبة من طرف الشعب وليست. يمكن أن نتكلم على بعض الأعمدة التي كانت متخصصة مثلا في مهاجمة تجربة التناوب مثلا، أو أعمدة متخصصة في مهاجمة جريمة العائلة الكيران، لكنها اليوم يعني لا تنتقد شيئا منه، وكأنه يعني فقط بمعنى أن هناك تبعية للمال أساسا أو لفهم وظيفة الدعاية وليست وظيفة نقل الأخبار أو نقد السياسات، وبالتالي هذا سوء الفهم إذا لم يعالج بمداخل ثقافية أساسا وليست بمداخل قانونية. وهذه المظاهر الثقافية في النهاية هي قيمة الديمقراطية واقتناع قيمة الحكومة.
الحرية اللي كتجي نتيجة تدافع نتيجة نقاش. النقاش وقت يكون حاد ولكن في النهاية شخص تفاهم مجتمعي. سؤال أشعري عندي سؤال عندي اقتطاع قبل أن أنا دائما في موضوع الحجر أنا أقول لكم واحد انتباع عندي لربما يكون مشوش ومشوش. أولا أنا كنت سأل واش ما ماشي إحنا عندنا واحد ثقافة حول الحرية ما عندهاش علاقة كبيرة اليوم مع الواقع اليوم. لهنا أنا تنسأل واش الحرية واش لا زمنية ما عندهاش علاقة بالزمن ديالها. هي مطلقة هكا كنهضر عليها في كل زمان ومكان. كيفاش يعني نفهم الشيء اللي كنحس به عند الأجيال الجديدة مثلا أنهم تحسوا بنفسهم أكثر حرية. وحنا يمكننا نديروا تدوينة، يمكننا نشاركوا في نقاش في الريزو سوسيو، يمكننا نديروا أغنية راب فيها وهذاك المفهوم ديال ان شي واحد كاتم على الانفاس ديالك وحاضر وهذا يقدر يجي في الفجر يهزك لانك تتباح عمود ديال الراي داكشي. هذا المفهوم هذا ما بقاش هذا موجود عند الشباب اليوم لانهم مربين في واحد العالم ما بقاش مغربي فقط، عالم أوسع بكثير وفيه أحيانا الوهم بالحرية تكون كيكون كافي لواحد العدد ديال الناس على الحرية نفسها. ولذلك خصنا نكونوا حذرين لأن تنظن بأن المشكل ديال الحرية ديال في الصحافة هو أيضا مشكل ديال واحد الوضع سياسي اللي مخترقه في الاشياء ديال كلها المتعلقه بالتعبير. حنا كنلاحظوا ان النقاش العمومي ضعيف جدا. شكون اللي يبدا؟ شكون اللي يغدي يعني التعبير على الراي والمناقشه في الصحافه اذا كان النقاش العمومي ضعيف جدا؟ شوفوا القضايا الاساسيه اللي في المغرب، القضايا الاجتماعيه والظواهر العابره، واش كتدخل البرلمان ولا ما كتدخلش؟ تسمعوش القضاء ديالها. كيفاش يمكن الناس تستولي على هذه المواضيع وتقول فيها اراء جريئه؟ هضرنا على الحمايه، تنقولوا خص القضايا تتيح من الصحافه، ولكن في الواقع انا كانت عندي تجربه، كنت كنكتب عمود يومي، كنت كنكتب عمود اللي بعض المرات يكون جريء بزاف، وتعرضت لبعض المشاكل، ولكن ما عمري ضحكت على العمود ديالي، عمري ما ضحكت نهائيا. ولكن ذاك الوقت شكون كنت تعطيني ذاك الجرأة أنني نكسب ذاك الشيء ونكسب على وزير قوي وهذا ونكسب بهذاك الطريق اللي كنت تعطيني هذا الجرأة والحماية الخلقية والحماية المؤسسة بجميع وأنني انفيستي بالميسيون وكان نقوم بها. ولذلك الآن أنا أظن بأنه خصنا نكونوا حذرين لأن إلا ما كانش واحد رد فعل ديال الجسم الصحفي من خلال صحفيين ينظموا راسهم واللي كيدافعوا عن حرياتهم وعن حريه التعبير ويكونوا كيدافعوا على حقهم في الجرأه وعلى حقهم في الخطأ. هما خصهم تطالب بصحفيين الصحفيين خصهم ينظموا المؤسسة لأن المؤسسات مستقلة، لأن المؤسسات الآن كتنظم الصحفيين مفرغة من محتواها تماما، ما بقاش عندها أستاذ أشعري كأنك تطلب صحفيين انتحاريين يعني لا 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 يخرجوا من الحزب واش هو واحد الوقت صحفيين كانوا مسنودين وقراءة نقابة الصحفيين الوقت اللي كان كنعلم السالي كان فيها اليازري وكان كمان كان حيط كبير كان نتكاو عليه باش نكون عندنا هذيك الجرأة باش نعم هي حماية مدنية نقابية سياسية علاش هذا ما يمكنش اليوم؟
هذا اللي ينتج اليوم. أنا الصحفي اللي خلط القضاء اللي يسمح لي. مش اللي خلط المجتمع الديمقراطي اللي يسمح لي. صحفي صحفي. ما هو لا سياسي اللي خلط تيارات سياسية وسعة في البلاد. ما هو لا مصلح. هو صحفي. عندي سؤال لك أستاذ أشعار. في علاقتنا في علاقة الدولة بالإعلام اللي كنظروا من خارج المؤسسات الإعلامية. دائما كيجاني غادي أنا نصلح مسائل بأن تردي الأوضاع داخل المؤسسات هو مرتبط بغياب الإرادة السياسية أو الشجاعة لدى المسؤول التنفيذي في الإصلاح. بينما ملي كيدخل واحد التسيير المؤسساتي كيصطدم واحد جيوب المقاومة أو واحد المقاومة للتغيير. واش العملية ما جاتكش صعبة ولا معقدة من تجربتكم كوزير للإعلام سابقا؟ يعني كان شعاركم أننا أول ورش هو إصلاح الإعلام الأولي، لم يصلح الإعلام الأولي، كانت واحدة مقامة شرسة. أنا كنت أذكر سي عبد المسلم الله يرحمه، من اللي خرج من اللي خرجنا من تصريح الحكومة قبل المرحوم الحسن الثاني، جاء عنده صاحب ديال التلفزيون وقال له شنو غادي تعمل في إصلاح ديال الإعلام؟ قالوا سي مسالم بهذاك البراءه ديالو قال ما غادي ندير حتى شي حاجه، غادي نحل الكتاب ديال المناظره ونطبقو. والكتاب ديال المناظره اللي عرفتي 93 كان فيه بزاف ديال الاشياء خاص التلفزيون خاص هذا والى اخره، ولكن سي محمد عبد السالم ما قدرش يدير المكسب ديالو في التلفزيون، ما قدرش يدخل التلفزيون بالطريقه ديالو، يعني انه غادي يحل الكتاب في المناظره وغادي يبدا. وهنا بغيت نقول بان بالفعل كان شعار ديال الاصلاح ديال الاعلام كان ضمن المشاريع السياسيه، ضمن الشعارات السياسيه ديال المرحله. لكن بحال اللي قبل انه ما طولناش واحد المنظور شنو هو المحتوى من غير اصلاح المؤسسات القوانين ديال هذا، وشنو غنديروا في داك الشيء الداخل، شنو غنعملوا فيه، شنو هي البرامج الثقافيه، شنو هي البرامج الحواريه السياسيه، شنو هي التحقيقات، شنو هي ما هذا الشيء ما فكرناش فيه، وما فكرناش في المنتجين ديالو، ما فكرناش فيه في الاطارات التي تقدر تعملو نهائيا. هذا هو المشكل. هذا كان مشكل كبير اننا ما طرحناش النقاش العمومي شنو بغينا يكون في التلفزيون المغربي، شنو بغينا يكون في الاذاعات، ما طرحناش بوضوح. وبقينا في صراع داخلي حول شنو هو النوع الاصلاح اللي نديرو، مثلا في الصحافه، في قانون الصحافه واش نبقيو على بعض الخطوط الحمراء ولا ما نبقوش عليها، واش نبقاو العقوبات الحبسيه ولا نحيدوها كامله، واش نخليو شويه منها ولا نحيدو الباقي. وهذا علما باننا كنا في حكومه فيها 10 اطراف، ماشي كلها تنصت بطريقه صادقه يعني صافيه لرئيس الحكومه. لذلك انا تنقول بان هذاك الاصلاح اللي قال من الخمام الشمالي هو فعلا من الخمام الشمالي، لانه كان شعار سياسي مرتبط بالتحول السياسي في المغرب، ولكن ما قدرناش نردوه. عملنا الاشياء اللي تعملات واللي كان عندها نتائج، بحال مثلا رفع الاحتكار، ولكن كنظن بان كان عنده واحد النتيجه ايجابيه كبيره في تعدد الاذاعات مثلا، واللي هي راه خصها شي نهار واحد التقييم، لان راه فيها واحد الامور دابا حنا كنهضروا على الحريه، راه خص يعني تكون كتسمعوا داك الاذاعات وداك الشيء كتعطي واحد الانطباع بان كاين واحد الحريه كبيره في اشياء اخرى. كتعقيب قصير، انا كنتذكر كنت عملتي استجواب مع سنه حكومه سنه، وكنظن
مع شي جريدة قالوا لك إذا تعطاتك سلطة على التلفزيون المغربي شنو التلفزيون اللي غتصنع علينا؟ قلت لهم نفس التلفزيون. كان جواب غريب ولكن طالع وفي إطار ذاك المرحوم نفس التلفزيون يعني في السياق السياسي الذي نعيشه لا يمكننا أن ننتج إلى نفس المؤسسات. أستاذ العبري المستعري كان ضمن أول صدمة بأنه عنده السلطة على التلفزيون هو أنه حاله بحال المشاهدين عرف بتعيين فيصل العريشي هو في البيت ديالو يعني. يعني لم يتم إخباره آنذاك وهو وزير الإعلام بأنه هو ما حضرش وحنا في من بعد اللي اجتمع منه مظاهرة ديال التضامن مع الشعب الفلسطيني هذوك اللي خرج فيها رئيس الحكومة عبد الرحمن يوسفي واللي ما كانش عليها ولا كلمة في الأخبار المباشرة اللي تبعت هذا مع هذا في أي دولة أخرى لكن هذا هو الخبر الأساسي. أنا حكيت حكاك الأطرام الثانية يمكن لا توضح لنا يعني يحكى لنا أن الأستاذ عبد المستعري تلقى مع المسؤولين عن تحرير الأخبار في الإعلام العمومي وطلب منهم أنهم تكون واحد انفتاح في المعالجة ديال الأنشطة الرسمية ما تكونش هذاك التطوير وهذاك المبالغة وكان دخل مدير الأخبار قال لي بكل فرح ما غدا نفتوها ولكن إذا سمحت معالي الوزير أن يصل لي هذا الطلب مكتوبا ولم يصل يعني حتى كان موجودين حوالي حتى من العاملين والمسيرين داخل المؤسسات الإعلامية يعني هي وخا يجيها أمر من وزير لا تنفذ أو تقول له عندك 16 واش صعيب صغير واش صغير وكذا. دابا نقطع فهاد المعركة ديال 98 كان طبعا قادر تسمع ما كانش عند الحكومة تصور واضح حتى هو ديال هاد الخدمة الحكومية الصلاح ديال السمية البصري تبع السمية البصري وكاين كان شيء آخر وأن السياسيين في ديك اللحظة التقدير ديال الأوضاع السياسية جعلت من الحكومة أنها ما بغاتش تقول معركة في الحكومة معركة سياسية وتبدي الثمن ديالها اعتبرت بأن في ديك الظرفية السياسية اللي عطات خصها يستحضرها ما غنخرجش في مواجهة على هذا الملف. كان ممكن لأن كان ميزان قوى اللي صالح للحكومة ديك الساعة كان ممكن أن دار معركة ماشي يجمع ماشي لا بدا تسمع دار واحد المعركة ما دارش سبحان الله طلب النار وميساج مجانس هذه مسألة وهذه ماشي مسألة فقط ديال هاد ديال سمعي العاصفة مجموعة من الحقوق الأخرى اعتبروا أنها خص طريوت ما خصهاش نذكروا في سميتو لا كاين أولويات أخرى كاين إشكال روح على شي هذا لا يعني أن ما دارت عدات أشياء ولكن ما دارش الأشياء كما كان ممكن أنها دار للتاريخ قبيل عفوا اسمح لي للتاريخ كانت مازال بضعة أشهر النهاية ديال الحكومة تستمر الأولى وحنا مشينا بعيد في النقاش حول الإصلاح وكانت صراعات وكانت لجنة وزارية مختصرة وكان واحد التصادم يومي كان واحد التصادم كل أسبوع كل اجتماع حول هذا وتحضرات القوانين والنصوص وتحطات عند العمالة على الحكومة وكان فيها واحد الصراع قوي جدا واحد اللحظة اقتنع عبد الرحمن يوسف بأن هذا المجال ديال الإعلام السمع البصري خصوصا ما تدوس في التشكيل وبأنه غادي تسالم حكومة تناو في 2002 غادي تسالم وما يكونش في السجن ديالها ولا شيء تنظر بأنه في هذه اللحظة يوصل القناعة عمل واحد الضغط كبير ما عرفتش شنو هو المحتوى ديالو ولكن عمل واحد الضغط كبير اللي انا ذاك جعل بان ملك جمعنا وخرجنا ما يمكن ان يخرج في ذيك اللحظه وهو تحرير
التحرير ايش كل هذا نعم مثلا اثناء حكومه التناوب عطاتنا التجربه ديال الصحافه المستقله وغير مشى التناوب الحقيقي اللي مشى في 2002 وخطا نصف التناوب حتى 2007 بدات كتضعف وفي الاخر جيبوها كل واحد بالطريقه يعني طيب كاين الجورنال الصحفي كذلك لا سيمجي نعم لا سيمجي ما كانت تتوافق هذا كان اراده ملكيه لكن ديال الصحافه المستقله ما كانش توافق كانت إرادة ملكية. تظن بأنه مثلا أنا مش أظن، أنا متيقن. لا أنا كانت إرادة ملكية لخلق ومواجهة تلك الصحافة المستقلة. يعني في نهاية العهد الحسن ولكن أنا توافق. لا أقول توافق، لا أقول أنه كان هناك اجتماع وقرار ولكن توافق. راضيني. راضيني. طبعا لانه انا اشوف مثلا توقيف ديال الجورنال مثلا سنه 2000 المعلومه اللي صدرت انا ذاك بان وعد ما يوسفي هو اللي وقفوا الى اخره من بعد جانا الشهاده ديال عكاري خيرات اللي قال لي بان يوسفي قول بسميتي بانه الملك هو اللي وقف إذن هنا واش تلقي التوافق ولا الشهادة قد تكون شهادة يعني ولكن هذا ديالكم ديال الشاوية هذه شهادة ديال الفحم الشاوي على كل هذا الشيء كان علني ومكتوب إذن على كل إذن كتجي إرادة ديال أنا دابا نقول هو إرادة ديال ماشي المؤسسة ما يكونش توازن مؤسسة يكون توازن ناتج عن شيء اخر داخل السلطه التنفيذيه ماشي من القضاء ماشي من النقابه النقابه اللي كانت هي كما قلت يا سي الاشعري قلت بان النقابه هي اللي كانت كدافع نهائيا النقابه ماشي هي اللي كانت كتفني الصحفي في عكس ان بي ام يعني في الاوج ديالها بين الاحزاب اللي وراء النقابه اذا هي كانت نقابه الاحزاب وهذيك الاحزاب لانها كانت قويه هي اللي كانت كتفني حريه الصحافه بما فيها جزئيا حريه الصحافه المستقله والدليل بانه لما ضعوا الاحزاب ضعفت النقابة بالصوت عليهم في الأخير تماما ولهذا لأنه من اللي ضعف الأحزاب باش نعطينا على المستوى الإعلامي أعطتنا المصحفيين معارضين لأن الأحزاب سيطر عليها من اللي بقى سيطر على الأحزاب على الصحفيين المعارضين باش نعطينا أعطتنا صحافة إعلامية هاد اليوتيوبرز هاد يعني الناس اللي يخدموا في وعلى راس كتكون تجارب رائدة ولكن المجتمع كيحاول بأمكن يحافظ على هذه الحريات اللي يتعود عليها إلى آخره إلى آخره بالنسبه للحكومه انا اظن لا تتحكم في الاعلام لان كاين سونتر ان اوتر سونتر دو بوفوار هو اللي يتحكم في الاعلام والدليل المثال ديال السي عبد المسال انه هو ما قدرش يدير الحوايج اللي عندها علاقه بالاعلام كيفاش غادي يشارك في حكم الامه عبر يعني الحكومه نعم شكرا المسألة ديال وجود مضمون عدم وجوده وحتى هو اختلافي جاي من المشاورات السليبان وما سبق وما عقب الوطنيين هذه المشاورات تركيز ما كانش على مضمون الاستقلال ولا على شكل الاستقلال تركيز كان بالاساس على السياده استرجاع السياده هكذا فهم يعني هذا ماشي نقد الوطنيين او نقد لا ولكن هكذا فهمت الامور ما بين 30 و 55 54 55 ان احنا مشاكل لا وفعلا شعور الحوار اللي داز في التلفزيون وكتابه الناس اللي كتابه وكتابه ديال هذه المرحله وللان انا شبه كتابات فيها على هذا من كان وزير الخارجيه الفرنسي او مثله يطرح على الوفود ديال المغاربه والوطنيين وديال القصر ماذا تريدون؟ تقول ما لكش غنى.
احنا المهم يرجع السياده ويرجع الرمز ديال السياده وحنا شغلنا حتى الحدود. حتى مساله الحدود وحتى مساله المناطق المستعمره. انا مازال كنتذكر مني تخرجت من الجامعه وشفت من يوسف الكتاب ديال المطالعه يستعيني كل يوم. يعني كيفاش هو وكان مازال ما داش حتى العهد الملكي تقريبا، يلاه كان دا العهد الملكي قبل الدستور. ففيه شنو معنية الشرعية ديال السلطان؟ الكتاب الدراسي اللي كان منتبه إليه ديال البلد من الشرعيات الحفاظ على الحدود طبيعية للمغرب. وأنا تسأل تلاميذ بروبي واش هادي؟ فجاو من الآباء. الآباء يعني يمكن كان المفتاح التي عرفته ولو قالوا له أستاذ يقول لنا راك علاش عندي مقابلة مش صاحبته ولا يوسف. قلنا لها إن شاء الله موجود في كتاب رسمي ديال المطالعة نو. فأنا أش تنقول لهم راه ما تكتملش السيادة وهذا الشيء علاش قال زعيم ولا غادي تسمحي لي. زعيم قال استقلال ناقص هذا المعنى ديالو. فبالتالي نحن هاد الترتيب ديال الأولويات فيها مشكل. وقلنا على استعمار واستعمار. مثلا لما جات حكومة التنوم كان باقي النتائج ديال المناطقة باقية ما تنطبقاتش. وفيها أمور غاية في الأهمية. ما نديروش باش تطبق. فوالا هذا المشكل فين كاين، أن الأولوية عند الدولة ماشي هي تعطيها إصلاح باش تطبقوا، لا. الأولوية عند الدولة هي التشغيل، هي تلهيك. وهذا الشيء ماشي غير في الاعلام ولا الشر ولا التاسع، ماشي غير في الاعلام. التعليم 57 تاسست اول لجنه لاصلاح التعليم، سمت اللجنه هذه لاصلاح التعليم، وخرجت من هذه الاربعه. سنه من بعد تصورت لجنه اخرى باسم العماد، اللجنه الملكيه للاصلاح. شنو كان وظيفتها؟ اغراء المبادئ كلها. وهكذا تسلسلت الامور الى اليوم. فبالتالي هذا المشكل ديال الاولويات جزء من الشرعيه الخفيه اللي موجوده لا في الدستور ولا في القوانين ولا في الخطب ولا في ولا في الشرعيه التي يمتلكها صاحب السلطه وحده وكيتصرف كيفاش بغى. ولذلك ماشي مشكل ديال المضمون، ماشي مشكل ديال المضمون ولا مشكل ديال الالات، ولكن هو مشكل ديال الشرعيه. الشرعيه مبنياش باش يكونوا الناس مساهمين في ذاك الشرعيه ومطول ذاك الشرعيه وحاميين ذاك الشرعيه. الان شكون اللي غادي يحمي الشرعيه في البلاد؟ فلذلك الحريه عندها سقف طبعا في اي نظام في اي كذا، ولكن ما عمرها تكون موجوده في القانون، وخا تكون موجوده في القانون اللي تيصنعها واللي تيالي هو المناقش اللي تنعيشو. وحتى الاحصاءات اللي ذكر الاستاذ واللي عقبتي عليها واللي كذا، يعني باش ندركوا قيمة استطلاع ما، خصنا نجاوب على ثلاثة الأسئلة خارج هذاك الاستطلاع. أولا التمويل، من المول الاستطلاع؟ اثنين الظرفية التي يكون فيها الاستطلاع، معنى الظرفية نوع الأسئلة السياسية المباشرة اللي هي مطروحة. وثلاثة شكون هو المستفيد بالاستطلاع؟ فإذا ما جاوبناش على هذا استطلاع ويطلع اليوم استطلاع وغدا يطلع النقيض ديالو ولا يكملوه بلادي. ولهذا نختم بهذه أنه لم يكن واحد متشائم إذا ما تصلحش الإعلام وإذا ما بقاش الإعلام الرسول النوافي راه الملفات الأخرى ديال الإصلاح غادي تبقى كلها غادي بنفس هذه الوتيره ديال اصلاح وما يناقضه، اصلاح وما يعاكسه، اصلاح وما يقضي عليه. ناخذ تعقيبين قصيرين باش ندوزو نتكلموا شويه على النموذج الاقتصادي والاستقلاليه والدعم العمومي للمؤسسات الاعلاميه. سي عصيف. فيما يتعلق عصيف فيما يتعلق بالحريه، حريه الصحافه هي متعارف عليها. خصنا نشوفوا كما هي متعارف عليها كحريه مدنيه داخل في الحريات المدنيه اللي هي مقننه ومحدوده وليست مطلقه. كنشوفوا ديك المعايير واش عندنا. المشكل اللي كاين في البلاد ديالنا شنو هو؟ في اطار ازدواجيه الدوله اللي تكلمت عليها، في الوقت اللي المؤسسات دارت المرجعيات المكتوبه
كتعمل مناظرات وتعمل توصيات. مراكز النفوذ في الدولة، مراكز النفوذ في الدولة كتوضع الخطوط الحمراء التي لا ينبغي تجاوزها. يقدر تسمح لك باش تمشي لواحد الحد معين، ولكن هذه الخطوط الحمراء لا يعرفها احد سوى هذيك الناس اللي عملوها. وهنا على القضية اللي وقعت في المسؤولية ديال السي الخلفي، انا واكبت ضفرة التحكمات ديال مصطفى الخلفي يعني بشكل حثيث، لانك كيهمني جدا هذا التغيير في هذاك الوقت مباشرة بعد الحراك. وهو خدم يعني دار ساعات طويلة جدا ديال العمل، وعمل ضفرة التحكمات متقدمة مقارنة بما كان. ولكن هذه ضفرة التحكمات تجاوزت الحدود اللي دايرينها ناس اخرين، فاضطروا انهم اعطوها الوزير سابق لغربلتها واعادتها الى الحدود اللي هي مرسومه. في عام 2000 مباشره بدا الحديث عن العهد الجديد. فاحنا بدينا كنعبروا على ارائنا بقوه في هذاك الوقت، واستدعتني واحد السيده اللي كانت كدير في القناه الاولى في التلفزه برنامج في وسط النهار، برنامج سياسي للنقاش المباشر، فتناقشنا. وكان هذه من مظاهر الديمقراطيه، ان البرنامج المباشر كتجي وكتقول فيه اشياء هي خارج من الاستوديو كيهبط واحد في الدرج كيجري. قال لها تكلم. مشات، حنا مشينا كنحيدوا المكياج، خرجنا من المكياج لقيتها نزلات. قالت لي راه حيدوا لي المباشر. ما بقاش المباشر. ولكن شنو هو المشكل؟ المشكل داز قد شهور. واستدعوا لي الناس للاذاعه في برنامج ليلي من 8 ل 10. فهو مباشر. مباشر هذاك الاذاعه. جيت للباب، خدا السيد لاكارتيني هو يدير التليفون. وهبط للصحفي اللي استدعاني وكيعتذر. وقال لي اسمح لي لا راه. شايلك ساهل. مباشر. عمل في الاذاعه. هذا الاستاذ. هذه المساله مهمه جدا، راه تعمل دولة على راس مهمة، ولكن في الخفاء توضع لها حدود غير معروفة، ولكن كيحسوا بها الفاعلون في كل قطاع، كيحسوا بهذيك الخطوط اللي كانت. ولكن بعض الأحيان كتكون حتى ديك الرقابة الذاتية أو الخوف. يعني المسؤول يعني المؤسسة الإعلامية غير بعصية. ماشي كتقول لك كاع فاعل وكيزيد. ما بقاش كيحسوا بها. غير بعد نقاشية، هذا غير فن، مجال فن. قلت للمدير اللي كان في الاذاعه ديال قسم اللهجات، قلت له بما تعملوا الرقص الجماعي في الاذاعه على دي التسجيل ديالو، كتسجلوا بالسجاله العاديه من البوادي وكديروا في الاذاعه داك الشهرين. قال لي شنو نعملوا؟ قلت له خصكم تسجلوا بطريقه احترافيه، انا غنجيب لكم فرقه وشعراء كبار والاستوديو ديال الاذاعه، وغتسجلوا انتم بنفسكم احواج بالشعر ديالو بالمحاوره وكذا، تسجلوا مستوى راقي. سجلنا 4 ديال الوصلات فيها محاورات شعريه وفيها ايقاع. مشينا فحالنا، بقينا كنتسناو يدوز هذاك الدور في الاذاعه. عمرو ما داز. مشيت عند المدير قلت له دير سجلنا لكم سميتكم، قال لي ما يمكنش. مشى كيسول ناس اخرين، قالوا له بها الرقم باش كان التسجيل في المكتبه ديال الاذاعه. ولكن ما كاينش. ولكن ما كاينش. دازت عامين من بعد وانا استمرت يعني مازال نهضر صحافه التحقيق، استمرت ندير التحقيق ديالي ما يمكنش لي مساعدتش. لقيت ان الناس اللي مكلفين بالتقارير هذاك الشعر اللي داروه الشعراء كان مغلقا في الرمزيه، لان الشعراء الكبار ما كيهضروش بلغه مباشره ابدا في الحوار اللي جبتو عطلاق الحوار الشعري المرتجل. الشعراء الكبار ما كيهدرش معاك مباشرة، غتخدم عقلك وتفهم شنو كيقول. فقالوا هاد الشيء الناس كيعانيو على الدولة. لأنهم ما فهموش شنو كيقولوا الشعراء، وحيدوا بعض المحاورات كلها مسجلة وخدموها كذا. فهذه أمور كتبين أن المعنى ديال الحرية اللي كان ناخذ. أستاذ أكبر. مخير. المشاكل المرتبطه بتغيير المشروع المجتمعي اللي الناس كاملين متوحده عليه، وهذا اللي خلق صوت الفهم. هذا الاطار هذه المعركه ديال دفاتر التحميلات كانت معركه حقيقيه وخرجات فيها حكمه حتى لقاءات للتحكيم الاعلام المستهزئات، لان النقاش بدا علني.
داخل البرلمان وخارج البرلمان بين المسؤولين ديال التلفاز كنت معقل المسؤولين ديال دوزان على ذلك بالخصوص وبين الوزير وتنجز الإفطار ديال التحميلات المهم جيب هذا المتقدم والمعجب جيبو كله من الدستور تقريبا ديال 2012 هنا من الناحية القانونية نجحت الحكومة في المعركة ديالها ودخلنا في التفاصيل الحكمة الجديدة خصوصا أن دوزان ديال الساعات كانت كتعاني من واحد مليونية 229 مليون ديال الدرهم هي الحكمة إذا دخلت الأمور في النقاش التفصيلي المرتبط بالحكمة الجديدة الشفافية في المضامين برامج الحوارية شحال من برنامج خصو يكون سياسي في الأسبوع ثلاثة برامج سياسية برامج دينية البث ديال بعض الثقافة اللي كتهم المستهلك الصحة كذا يعني داكشي في التفاصيل وخرج داكشي أصبح قانون إوا سير الطبق ديال بحال داك التسجيل اللي درتي أنا كنت راه مشكل كبير لأنه مازال كاين فهم ديال أنه يمكن يكون عندنا قوانين متقدمة ولكن ما غاديش يمكن الطبق بما ذلك في الإعلام النموذج هذا كثر أنا منشور أنا تابعت المعركة ديال دقة التحمولات واللي اكتشفت هو أن ولا سمحتي لي الباب الأول كيتكلم على الخدمة العمومية وكيتنصف داكشي مزيان داكشي راه كيتعلق كانت فيه مشاورات لأنه من أموال المغاربة وباب كل الأخر باب الثاني ما يتعلق بالحكمة وفي الباب الثالث المضامين الشاكل داكشي نعم كنت تابعت هذه المعركة واللي لاحظت يعني هو أنه رد الفعل ديال رد الفعل المضاد لطاقات التحملات قال بانه ادلاجات الاسلام المجتمع ديال بث الصلوات كان نقاش هو بث الاذان يعني بث الاذان ولا هذا هو النقاش هذا مقصود يعني رد الفعل كانت كلها مبنيه على ان حكومه بن كيران اسلمت التلفزيون وانها رد الاذان ونقل الصلوات بينما الحقيقة الخفية اللي جات في الخطاب الوطني اللغوي الحقوق والحرية إلى شيء مهم جدا يعني كانت مبادئ كثيرة مهمة النقطة اللي طارت الطرف الآخر باش طار ضد دقات التحملات هي هذه الحكامة أي. يعني قبل كانت مؤسسات الإعلام السمعي البصري ما كتديرش طلبة العروض على الإنتاجات كان بإرادة المسؤول الأول على التلفزيون يمكن أن يتلقاك ونعطيك مشروع بحيث أنا يمكن أن نلقاو أربعات من البرامج لا يعني الآن تم تقنين هذا المجال في تحايل عليه السنوات الأولى لا كاين ضغط كان الناس اللي ما عمرهم استفدوا لا بداو كيستافدوا لا فتحات شوية ولات واحد المقاولات مبتدئة كتشارك في طلبات العروض ولات واحد تنافسية ولات شركات كبرى كتشارك في هذا ولكن قبل كان ممكن ما تكون عندك حتى تجربة في الإعلام ومجرد أنك صديق ديالي نعطيك مشروع ودير شركة وبزاف الناس تغناو من الإنتاج التلفزي كاين بزاف القصص دابا اللي تبعنا ما كاينش تحقيقات اللي تبعنا كاين بزاف الناس اللي تغناو في إطار هذا الانفتاح اللي كان قبل من طاقة التحملات الآن شوية ولات اللعبة مكشوفة ولكن المثير يعني السرار هو انه بقى الاذان رغم هذا الضجه ديال رفض بقى الاذان المفتاح ماشي المفتاح ولكن تنسى البرامج الشماليه كان سقيعه واحده كان في البار يعني في دوزين ما قدروش يمنعوا دابا دابا ماشي غير المشكل ثلاث برامج حواريه اسبوعيه برنامج خاص للمراه برنامج خاص للمراه اسبوعيه لا أنا بك فتحت الثقافة الأمازيغية التعددية التنوع كان في نقاشات وشروط دفاعي سياسي نقابي جمعوي بث أسبوعي وبصف نعم ندوزو محور آخر باش نعرف بحال الوقت هو مسألة الاستقلالية في نظركم شنو النموذج اللي يمكن لينا نحقو فيه مؤسسات إعلامية مستقلة في إطار السياق الحالي الذي نعيشه هل هناك موديل اللي يمكن لنا نقوله بأنه يمكن يعطينا صحافة مهنية مستقلة عن الفاعلين الآخرين أو السلطات الأخرى أم في المغرب مستحيل أن نحقق هذه الاستقلالية؟
كل شيء مرتبط عفوا هذه المساله هذه على اهميتها طبعا الاستقلاليه مرتبطه بالحريه كذلك في مستقل تكون حر اكثر ولا اعطيك الاستقلاليه لا يمكنش وكذلك النزاهه اللي ممكن تكون في المجال لان اليوم كذلك خصنا ما ننساوش بان لاول مره ربما في تاريخ الصحافه المغربيه هناك فساد كبير في القطاع بسبب شراء الدماء اللي موجود اللي غطى تقريبا جميع المؤسسات هذه اذا هذا المسألة ديال الاستقلالية توقف على السؤال السياسي لأن أنا بغيت نرجع كل واحد الكونستا حتى السؤال النهائي إيه واحد الكونستا اللي هو شنو هو البنية اللي مستمرة في الوضع السياسي في المغرب منذ عقود هذه البنية هي إرادة اللجنة ماشي إرادة إطلاق وإصلاح لا إرادة اللجنة هو دائما نشوفوا كيس كيفو بغيدي ما هي الأشياء اللي باغا تنفلت وخصها نقطعها ما تنفلتش ولذلك ابتكرت الدولة في البداية ديالها الألفية واحد العبارة تستعمل في البرلمان وتستعمل في الحكومة وتستعمل في الإعلام وكان المراد بها هو لجنة الحرية أوكي نعم الحرية ولكن الحرية والمسؤولية شنو هي المسؤولية؟ المسؤولية هي ما تقولش حاجة اللي تخرج على إطار هذه اللجنة يعني ترضخ دائما الواحد الرقابة اللي هي ديال المسؤولية المسؤولية ماشي بالضرورة أنت اللي تكون تعرفها اللي مسؤولين على هذا الرب وبلي تعرفوها نقول لك هنا وليتي لا مسؤول نعم أنت حر عندك حق تكون حر ولكن لا مسؤول ولا مسؤول خصك تلجم هاد الفكرة ديال التلجيم ما موجوداش في الإعلام موجودة في الحياة السياسية برمتها ما نمشيوش أبعاد مما يجب في نزاهة الانتخابات ما نمشيوش أبعد مما يجب في المعارضة السياسة القائمة ما نمشيوش أبعد ما يجب في الصراع ما نمشيوش أبعد ما يجب في تطبيق الديمقراطية وفي تطبيق النزاهة دائما خصنا نوقفوا في واحد العتبة ولذلك السؤال الكبير اللي ترتب على إرادة التلجيم هو علاش ما تقدمتش الديمقراطية ديالنا مزيان في فيها جوانب اللي مشات الانتظام الانتخابي كاين تغير ديال بعض ديال الفئات التمثيليه او الفئات المسؤوله في الحكومات كاين واحد النوع من الحق ولكن الديمقراطيه كفلسفه للمجتمع وكمنظم للمجتمع ما تقدمناش فيها مازال الى اليوم كان واحد الخوف اللي درت عليه في الاول كان واحد الخوف من ان الديمقراطيه تؤدي الى شيء كارثه والخوف من اننا يعني الاختراقات اللي درنا او التقدم اللي عملنا في المجال الديمقراطي دائما قابل للتراجع هذا شيء مخرب للبناء الديمقراطيه لان اللي ضد الديمقراطيه دائما حاضرين ان عندك الديمقراطيه تاتي بلا اي شيء لا شيء حاجه لا شيء هذيك والناس اللي هما كيعيشوا الديمقراطيه وتشتغلوا في اطارها وتبذلوا الجهد باش يرسخوها دائما عندهم خوف بان الخطوه اللي حقوا اليوم خصهم يعاودوا النظام من اجل تحقيقها مره ثانيه ابتداء من الغد تنظر الى ثقافه التلجيم هي اللي خصنا نقاوموها باش نوصلوا للاصلاحات اللي كنقولوا والا ما عمرنا نوصلوا للاصلاحات علاش نوصلوا للاصلاح في مجال الاعلام بوحده من غير جميع المجالات ومن غير المجال الاساسي اللي هو الحاضنه الاكبر للاعلام نفسه اللي هي الديمقراطيه لنفترض ان هناك اصلاح ما هو النموذج اللي
الاقتصادي اليوم ما نعيشه من تطورات تكنولوجيا أثرت على الصحافة كشكل كفلسفة وكمضمون نظامي نبي عنده رسالة إلى مهنة تقنية أكثر منها نضالية مش ممكن نشوف اليوم في المقاولة الصحفية وتكون استقلالية على باقي الفاعلين وتعطينا مضمون يقبل على الجمهور ويمكن أن يخلق فرص شغل للمهنيين إلى آخره أم لا يمكن أن توجد الصحافة في المغرب خارج ذلك صحيح هو دائما الاصل ديال المشكل هو الاراده السياسيه ما كانش الاراده السياسيه ما يمكنش نطلعها لواحد الصحافه المستقله تبقى الدرهانات الجسيمه اللي كتواجه الصحافه المستقله ومدير هذا المنتج الاقتصادي بغيت نضمن لها واحد الحريه في الخط حاليا هذا المشكل راه ماشي غادي يكون حتى في الدول الاوروبيه هذا النقاش صعيب الانفلاسيون على حسب شكون اللي كاين في الاقتصاد هو اللي توجه خاص كاين بعض النماذج اللي نشوفوا في القليل على المونت شي تجربه بحال هكا اللي يقدروا يحافظوا على الاستقلال في الخط التحريري كاين مشكل اخر هو في ان شيء بحال المنسوب ديال الاهتمام بالشكل العام بغى الانتقال ما بقاش نسميو مشكل عام كاين الثقافة ديال البوز كاين المحتوى وفرة المحتوى هذا الديفيرتيسمون موجود بزاف يعني حتى داك الانشغال بالشكل العام بقات شوية دونك المشكل ديال المنتج الاقتصادي ما تنظنش هو الاشكال الاساسي يعني الثورة الرقمية اللي كاينة كاين بزاف ديال المسائل اللي كتخلي اي جريدة صحفية تكون مستقلة ولا مش مستقلة عندها صعوبة باش تعرف الوجود ديالها في المشهد الحالي وكاين عاوتاني حاجة أخرى إلا شفنا المستوردين يعني كاين واحد تبعور مرور ديال الصحافة اليوم علاش لأن سمحنا لواحد لاحظنا أنه كاين واحد المجموعة ديال الناس اللي عندهم حتى شي علاقة بالصحافة ما تي يعني مش من أبناء مستوى ديال التعليم في مجال الصحافة يدرسون على أخلاقيات المهنة بكل جرأة وبكل عشرافة وفي المقابل الصحفي المميزين والشرافة المهنيين خلف الخطة يعني في السجن واللي ماشي في السجن راه برا في المنفى التهابني في المدخنين هنايا تي مقيدون بمكدلون بعقاب كثير يعني ما هو شيء بالأحرام شيء سهل يعني سهل أنهم يفهمون خاصة في السياق هذا كامل يمكن نقولوا أن الصحافة هي نموذج اقتصادي ناجح صحافة البوز والتشهير والمنتشرة الناس اللي يفهموا داش اقتصادي ناجح الآن في الممارسة الإعلامية مشكلة طبعا على تعريف ديال الصحافة نعم تقول عندك تدخل في استقلالية المؤسسة أنا يخص مسألة الاستقلالية، أظن أن مكنش تكون الصحافة مستقلة إن ما كانش صحفي مستقل، بدون اسم صحفي مستقل، فانطلاقا من الصحفي، ماشي المؤسسة، الصحفيين وإرادة الصحفيين هي النقطة المهمة، هي اللي يمكن تكون المدخل ديال هاد الصحافة المستقلة، نقطة ثانية أنا كنسأل شنو حنا محتاجين إلى صحافة مستقلة أم إلى صحافة مهنية؟ أقصد صحافة مهنية ولو أنها غير مستقلة المهم هي أنها تعلن على التبعية يمكن تكون على فكرية يمكن تكون اقتصادية تابعة لشيء تعلن على هذا الشيء وواحد تكون فيها شفافية إعلان عن التبعية فبالتالي نقراها واحد بطريقة وتكون يمكن تكون مهنية لأن كاين في الدول أخرى صحافة اللي ماشي مستقلة وما كتداعيش الاستقلالية بل بالمهنية وبالمنتوج والمحتوى اللي كتقدم وكتبغي طبعا هذه هي المهم بالنسبة لي أنا يمكن تكون عندها مصداقية باش النقطة الثالثة هي ملي كنتكلموا عن المستقلة نتكلموا عن المستقلة عن من؟ واش عن السلطة السياسية؟ واش عن السلطة الاقتصادية؟ ولا تكلمنا عن السلطة الاقتصادية
من في السلطه الاقتصاديه شنو هما الشركات اللي موجوده مثلا في العاصمه ديال هاد الشركه، هادشي خصك تعرف تكون شفافيه مع الناس اللي يمكن يتفرضوا ان جميع سميتو المرابط الصحفيه او الصحف تعلن على راس مال ديالها شكون اللي مولها. الا عرفنا شكون اللي كيمول هذا اليوم في المغرب ما عرفنا المحتوى ديالها، فبالتالي لا ماشي بدا يكون سلبي واخا يعلنوا على شكون هما، غنولي نقراوها ونردوا البال للمحتوى حق قنوات الجزيره، وغيولي صراع وغيولي تنافس على جوده المحتوى، عن تكرر واحد محطه اخرى. دابا اليوم حنا في التشكيك، في التشكيك طبعا مضمون كنخرج مضمون، ولكن كاين تشكيك شكون هذا. حتى مدى الصحافه الحزبيه كانت تعلن عن اكزاكتلي الصحافه الحزبيه كانت احنا عارفين ان هذا الانسان ديال هذا الحزب الفلاني طبعا اتفق ما اتفقش ولكن هذا هو الموقف، وكانت واحد النوع من الشفافيه من خلينا نرجعوا لهذه الشفافيه. الا ربحنا هذا المكسب ديال الشفافيه غنتقدموا كثير، الاستقلاليه يمكن تجي معك الصحافه، ولكن ما نطلبوش اليوم كتتقدم امر مهني طبعا، ولكنه يعبر عن ما نطلبوش اليوم من الصحفيين انهم يكونوا ابطال. واحد بغى يكون صحفي عنده ضمير عنده نزاهه، ولكن ما بغيش يمشي يكتب شي حاجه على الراي ديالو ويمشي عليه العكس، فبالتالي كيما صعب نسوا النقابه كيفاش نوفروا هذا المناخ، هذا اللي صعيب، هذا هو اللي صعيب اليوم. ما يكونش ايضا لا طبعا ماشي العكس كل شيء من بعد احنا طبعا ليكون لدينا بعض النقاط سريعه لان السفر غادي نطول، ليكون لدينا يعني صحافه مستقله في الوضع السياسي الحالي. واذا خصنا اراده ملكيه كما قال الاستاذ بشعير، اذا في الوضع السياسي الحالي اظن انه لتحقيق يعني اعلام مستقل للمصريين ان يتوقف الشفوي عن التحكم في الكتاب، لان هذا داخل الناس ديال السلطويين يعني بالشفوي بالهواتف كيتحكم، راه هذاك الشيء يعني راه عنده واحد الوقع كبير. انا مثلا كنعرف مثال ديال واحد السيد ربما ديجا كيطلع عنده موقع وصيفط ليه هذا اللي من هذيك الجهات المعلومه، صيفط له اس ام اس قال ليه جمع الافلام راه مس بالمقدسات، وقال ليه لا حبسوا عليه التمويل في الشهر وسدوا ليه موقع الهم، هذا الشيء في 2008. اذا هذا وكذلك توقف تحكم المشروعيه في الشرعيه، لان المشروعيه باسم تاريخ الاسلام ما في اسم القوه باسم يعني اذا مشروعيه الاداره الى اخره، كان تحكم في الشرعيه اي كان اوكل القوانين كما بغينا يعني من جهات يعني طبعا السلطه الميديا. ثالثا وضع حد للتهم البديله، التهم البديله هي هذه اللي سميتها انت غريب، هذه تهم بديله راه سياسه ما كايناش في المغرب، مثلا دارها زيمبابوي هذاك عهد موغادي اذربيجان في عهد عليف الى اخره الى اخره. رابعا حرية المستشارين في اختيار المؤسسات الإعلامية التي يريدون، لأن يعني كما تعلمون كاين واحد كيتسمى نوت بيبر، كاين واحد لائحة كاينة، وكي واحد المرة صحفية كبيرة معروفة عندها موقع قالت لي لا أنا راه هذيك جو سو كوشي كيكوشي واللي خص ما يعطيوش المستشارين، لأن يعني داكشي منظم والدولة متحكمة فيه بعين طبعا، وحتى في الاستشهاد الخارجي حتى الخارجي وخا تكون شركات كوكا كولا كي الا هم با لا ويلكم. خامسا هي عدم عقاب الضرائبي والسياسي والاعلامي للرجال ونساء الاعمال الذين يمولون بطريقه اخرى مؤسسات اعلاميه. ونعطيك مثلا مثال ديال 2006 ديال الشعبي اللي بغا يمول واحد الجريده وتاسنا مسألة ميموراندوم التفاهم وتراجع عليه يعني تم الضغط عليه. وكاين الان حاضنه شعبيه، انا مناقش مع شريف بانه ليس هناك اهتمام بالشان العام، ليس هناك اهتمام شعبي بالشان العام، هذا الظلم تماما. وقال ناشئه يعني الناس عاشت نعم حتى الناشئه، لان كنشوفوا مثلا نعطيهم خذوا مثلا سنه 2000 شحال واحد كيقرا الصحافه ولا كيطالع على شي اعلام من غير السمع البصري، نقول لك البصري البصري يعني عندنا واحد في المئه، انتم كتعرفوا كانت عندنا 300,000 نسخه فقط، 300,000 شحال كيقراو 600,000 ونشوفوا شحال في البورسونتاج ديال ليزادول. الان عندنا شويه على الاقل 50 مثلا،
كاين يعني مئات الالاف ديال الفيسبوك اللي كي كيعبروا على الراي ديالهم، كاين عشرات الالاف اللي كيتظاهروا كل اسبوع الى اخره. وهذا راه شان فلسطين، راه شان يعني عام، لانه متعلق بالتطبيع، متعلق بالتدريب يعني السياسيه واحيانا العسكريه والامنية الى اخره مع صافي يعني باش ما نطولش. شكرا. فيما يتعلق بالصحافة المستقلة، هذا المفهوم بالنسبة لي ممكن يتصابوا به صحافة مستقلة عن السلطة في خطها التحريري وفي أهدافها وأسلوب عملها وعلى الأحزاب السياسية. في هذاك الوقت حنا كنا فرحانين بالصحافة المستقلة، لأن علاش؟ ما كانش كل ما كنا كنكتبوه ما كانش كنشروا لنا الصحافة الحزبية، لأن كان خصك تراعي في داك الشيء اللي كتكتب توجهات الحزب. فكان لما كتكتب شي حاجه راديكاليه نوعا ما خصك تشوف حزبيه ثانيه مثلا اللي يقدر ماكانش نشرها في العالم مثلا، شي حاجه كتعلق بالادب او الثقافه وكذا يمكن نشرها في العالم لان غادي تدوز. فكان عندنا هذا المشكل ديال خصك تقلب كيفاش تدوز. الصحافه الحزبيه ما كانت شيء منفتحه على الجميع، ولهذا الكثير من المقالات ديالنا كانت تلقى في سله المهمات. فلما ظهرت الصحافه المستقله احنا قلنا هذه فيما بعد ولينا كنلاحظوا بان معنى الصحافه المستقله انها ما تبعش الاحزاب، ولكن تقدر تكون فاغرقت الساحه فجاه بمنابر كثيره لا طعم لها ولا رائحه، وبدا داك الشيء ديال ما سميناه ذاك الوقت صحافه الرصيف اللي كانت كتركز على الفضائح وعلى يعني الحياه الخاصه ديال الناس الى غير ذلك. فكنعتقد ان المسار النهائي ديال الصحافه المستقله انتهى اما الى الاغلاق والمصادره، واما الى التضييق والاعاده كالجيم كيف استعمل السي محمد، واما الى يعني كتموت وحدها، تموت موتتها الطبيعيه لان الجو خانق لا يسمح بالعمل. الان اذا بغينا نجاوب على السؤال ديالك، انا كنعتقد بان الصحافه المستقله خاص يكون عندها خط تحريري واضحه فيه الاستقلاليه. يعني الهدف ديالها هو الخبر والتحليل للخبر وفتح الباب للراي والراي الاخر. والمهنيه بطبيعه الحال هذا الشيء الجوهري، لان الان الازمه كيف قال سي محمد ولات عندنا مشاكل حتى في الجسم الاعلامي الصحفي، ان الناس كثار ما هماش مكونين انهم يكونوا اعلاميين، واحد العدد ديال الخريجين العاطلين كيتستخدموا في الاعلام وخصهم يديروا مهام معينه رديئه جدا باش يبقاو في الجريده، وكيتسخروا في هذاك الشيء للاسف، وكيضحيوا بالليسونس ديالهم ولا الدكتوراه ولا كذا كينساوها باش يصوروا الطرف الخبز، وهذا ضعف المهنية. فالمهنية مرتكز أساسي للصحافة المستقلة حقيقي. ثم كاين الوسائل والمعدات المتطورة بطبيعة الحال والتقنية لها. فرأيي إلا تجمعوا هاد الثلاثة ديال المرتكزات يمكن تعطينا صحافة مستقلة، ولكن أشك في ذلك لأن المناخ العام وتزايد السلطوية وعدم القدرة ديالنا على خلق جبهة وطنية متكتلة ديال المؤمنين بالديمقراطية اللي تقدر تخلق توازن مع السلطة تجعلوا أن هذه الصحافة تبقى في حكم الآمال والأحلام ديالنا. نعم، نختم يعني الجزء الأخير في عنوان هو دعم المقاومة. أظن أن الدعم العمومي هو شكل من آليات الديمقراطية، أنك يعني أنك تحمي الخدمة العمومية للصحافة تقدم لها دعم. هل الدعم الذي يقدم للثقافة وللسينما باش تبقى موجودة؟ يعني دول ديمقراطية كثيرة كتقدم دعم كبير للصحافة مع أنها خاصة ماشي عمومية. إذا صيغة الدعم العمومي للصحافة بالصيغة الحالية ما هي قراءتك ليها؟ وما هو البديل باش يعطينا نوع من الاستقلالية أو كما قال علي مهنية صحافة يعني؟ هي ما يقول هو عفوا اليدان واحد الصحف مقبله احنا كنهضروا عليها على الوضع اللي هي فيه الان. يعني هذا الدعم مع الاسف
ما تمشيش مؤسسات اللي فيها نقاط ضوء قويه هذه تقوى هذا الدعم، بل ولا تشبه واحد النوع من الشراء غير المباشر للموالاة ديال هذا. ولهذا انا ماشي ضد الدعم، بالعكس انا كنعتبرو بانه ضروري الخدمات التعدديه والاختلاف في المجتمع، ولكن حتى هو نفسه مرتبط بالمناخ السياسي العام. بالنسبه لي سواء علاقه سكنه بالصحافه او القطاع الخاص بالصحافه، اذا ما حسناش الموضوع ديال الوظيفه الرئيسيه ديال وسائل الاعلام راه نفس الاشكال. اذا كنا كنظنوا الصحافه كتابع او كوظيفه لخدمه الدعايه فهي راه نفس الاعقاب، سواء كان الداعم هو الدوله او الداعم هو القطاع الخاص. ولكن الوضع اللي احنا فيه دابا احنا بحقه فيه بجوج، احنا في وضع يعني معقد وكيزيد يعقد في الحق الوسائل للخروج من هذه الورطه اللي احنا فيها اليوم، لانه لا بالنسبه للسلطه ما كاينش هناك يعني نظره ايجابيه للصحافه واقتناع بضروره تحرير المجال حقيقه، ولا بالنسبه لراس مال اليوم صراحه اعتقد انه يمثل مخاطر كبيره جدا فيما يتعلق، لانه الاغراق ديال المال بالنسبه لصحفيين مبتدئين او صاحب مقاوله هو اغراق لا يمكن ان يقاوم بالنسبه لاصحاب المواقع ومخدم مع 10 ولا 5 الناس وكذا، وكيشوف بانه بامكانه انه يحقق ارباح كبيره الا مشى في خطوط تحريريه معينه. وبالتالي دابا امثله كنشوفوها يوميا، دابا غير هذا الاسبوع جوج ديال المواضيع بالنسبه ليا كيفاش تعاملت مع المواقع الالكترونيه بسبب هذا الموضوع، سواء ديال السلطه او لا ديال فيما يتعلق بالسلطه. هذا الصباح كان الناطق الرسمي باسم الحكومه دار بيان بخصوص الازمه ديال طلبه كليه الطب، فتقريبا جميع المواقع عطات هذاك البيان. البارحه طلبه كليه الطب صدروا بيان، ماشي جميع المواقع عطات البيان ديال في حين انه الناطق الرسمي هو كيرد على البيان ديال الطلبه اللي خرجوا البارحه. لا كاين اللي ينشروا، كاين مواقع صراحه اللي ينشروا الراي والرأي. الموضوع الاخر عاوتاني مرتبط بالاستشهار هو ديال الموازين، عدد من المواقع اللي كيديروا استشهار الموازين طبعا مقابل اثير نسبه الحضور، واش كاينه مقاطعه ولا ما كايناش مقاطعه. اغلب المواقع اللي واخذه استشهارات لم تشير الى هذا الموضوع، واش كاينه بل اكثر من ذلك كيمشاو يشوفوا صور قديمه على اساس انها جديده بلي باش يردوا على دعاه المقاطعه. هو مش مطلوب اجنبيات كتكلم على قله الحضور، يعني هو دابا المطلوب، دابا هو المطلوب هو غير يكون انا مخبي بان الاعقاب راه كاينه في الاتجاه، ولكن راه الا ما كانتش خطوات اللي كتبين بانه كاين انفراج، وهذا الانفراج ما يمكنش نتكلموا على شي نموذج الا مازال عندنا صحفيين في الحبس. اذا كانوا صحفيين مازال في السجن من الصعب جدا نجيو نديرو دابا وصفه نقولو خاصنا نموذج اقتصادي، خاصنا قانون تغير، ما الموضوع مرتبط ب يعني مناخ سياسي جديد. هذا التوقيت خصنا نعطيو الاستاذ ديالنا باختصار. هناك ليكون هناك رد يعني سريع على سؤال حول الدعم العمومي، انا اظن بانه ليكون الدعم العمومي مفيد للصحافه والاعلام مهني، لا اقول مستقل في كل اتجاهاته بما فيه التابع للدوله او التابع للحساب السياسي الى اخره، خاص ما يبقاش تحكم فيه النظام السياسي ولكن تحكم فيه الدوله بكل وضوح. يعني كاين مساله اخرى اعطيكم مثال على هذه تحكم الدوله على تحكم النظام السياسي في كل شيء. تخيلوا هذه حتى واحد يقدر يرد عليها، النقابه ما ردتش عليها، اعلاميا ما ردوش عليها لان دازت مخفيه شويه. تخيلوا في 2019 النيابه العامه نشرت يعني رساله وجهتها للمحاكم تقول بانه لما يتعلق الامر بشكايه فيها ادعاء يعني التشهير او القذف او اخبار زائفه يجب ان تتريثوا في الموضوع بل وان
كنت نقول كي لو فون سويفر مية بالعام كي لو مية بالعام بالمتابعة وأصحاب المصلحة يمشيو يديروا شكايات لا فوالا فوالا إذا كان يخصهم ترسلوا عندنا وفريتو ومنذ ذلك ما كنتش من غير ما كانت جاية من جهة رسمية ولا من جهة الدولة لا 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 الدعم العمومي مهم جدا. أنا عندي تحفظ على الدعم العمومي للصحافة الحزبية. أنا أتحدث ويضاف الدعم العمومي للأحزاب ما نخلطوش لأسباب بديهية بالنسبة لي. يمكنش الدولة تقول صحافة حزبية رأي. يمكنش صحافي ديال سميتو يتوصل بسميتو بدعم مباشرة من الدولة. هذه الأولى. ثانيا علاش؟ لسبب بسيط وأن إخداع المقاييس والمعايير التي تعطى على أساسها الدعم خصو يدار في البرلمان فبالتالي البرلمانيين هما اللي عندهم على عاتقهم هذه المسؤولية ديال تقييم تفعيل هذه المقاييس ونتائجها وما يمكنش يكون الصحفي ما يمكنش يكون البرلماني كيوجد نفسه طرف وحكم في الوقت بالتالي هذا الدعم ما عنده ما هو التقييم ديال هذا الدعم ما عنده حتى شي منفعه ولا شي مصلحه باش يتم التقييم ديال هذا الدعم فبالتالي ما كيديرش كتولي مقاولات صحفيه تاع الحزب لما كتبيع حتى حاجه وعشره الدعم وانا بالنسبه لي هذا ما خصوش يبقى خصو يمشي الدعم للاحزاب وما يمشيش للصحافه الحزبيه وباش يمكن يكون التقييم ديال هذا المقاييس في البرلمان شكرا استاذ الحامد اخر تبرع كل من الاستقلال مستمر في الدعم مشكل ديال الدعم في المغرب وحال بحال باقي المشاكل موصول بالاصل الدعم في الاصل في الفهم هو من اجل التنشيط من اجل الدعم من اجل الجوده من اجل المهنيه لكن هذه المفاهيم كلها تبدلت واصبحت الدعم اللي يشتيك لتوسيع دائرة الولاء والتابعين فإذا الدعم خرج عن المهمة ديالو بحال الانتخابات بحال الديمقراطية بحال 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 هذا المسألة الأولى المسألة الثانية الدعم دولة تدعمك باش دير هذا النشاط هذا إذا أنت ما تقدرش تخرج السقف او السقوف اللي ديالها الدوله فاصبح واحد النوع ديال التغطيه على خدمات تاديها الدوله ماشي خدمه عموميه وما دخلش الفكره ديال الخدمه العموميه في التفكير واخا دخلت في الحوارات وفي النقاشات وكذا ما كاينش خدمه عموميه لان كيفاش خدمه عموميه المغرب تيشهد احتجاجات تيشهد تطورات مختلفه قطاعيه او في شأن عام أو في شأن كذا ما تدوش في التلفزيون ولا في القناة الثانية ولا في القناة السابعة ولا حتى في شي جهة فين هي الخدمة العمومية بينما إلى غير سفيرة في تونس ولا في الجزائر ولا في فرنسا لما كانت العلاقات بين قوسين ولا في كوريا في أفريقيا الجنوبية يعني الوزير الأول الهندي اللي طلع أكثر متعصبين دابا الدنيا المديرين اللي تعصبوا ضد الإسلام أبو أبو البركية لا في جنوب أفريقيا رئيس الشعب وحصل على أغلبية أخرى لا أغلبية مازال سكين فبالتالي هذه المسألة ديال الدعم خصها إعادة النظر من جهة في المعايير من جهة في المخرجات من جهة في السلطة اللي تقدر تكون عندها شرعية ديال المحاسبة وديال التقويم نختم هذه المسألة ديال الاستقلالية يعني ربما خصنا نشوف فيها في المستوى الأبسط، شو المستوى الأبسط؟ استقلالية عن السلطة السائدة هذه الأولى، لأن يستقلين عن السلطة معناها يصبح رأي آخر، يصبح أن الحق في الخلاف والاختلاف، جوج، مش غير اختلاف، هذا كان مضروره. استقلال عن المال إلى اقتصادي أو رجل اقتصاد أو مقاولة تدير مقاولة صحفية مزيان. ولكن الصحافه تدير مهنيه
مديش الخدمة ديال داك المقاولة وخاصة عيب وخاكدا استقلال شيء أهم جدا في المجال الثقافي والقيمي والأخلاقي عن العادات وعن التقاليد وعن الرجوع إلى ما قبل 56 سي أحمد تقدر على الرجوع أو التراجع عن الرجوع إلى قبل إلى 2010 أنا الملاحظة المتابعة للتلفزيون المتابعة الوصلات الإشارية والمتابعة البرامج والحوارات ضدنا 56 56 فاش بدات المشاورة قدام العيد الدورة المنظومة ديال الأمم المتحدة الأولى للمغرب المستقل يعني 57 الكلمة الرسمية ديال المغرب قالت ولي العهد الحسن الثاني ولي لقى الكلمة جوهر ديالها المحور ديالها خصنا نعاودوا النظر في معنى الوطنية الوطنية اللي كانت قبل الاستعمار ما يمكنش تبقى مستمرة الآن حنا الآن رجعنا للذات الوقت سمع الإشارة وسمع كذا حتى على العمال الموازين وكذا فإذا الاستقلالية والمهنية والنزاهة الفكرية واستخدام أو استهداف الخدمة العمومية مع العناصر الناظمين وما كانتش ما كان لا حل لا شكرا أختي عزيزة فاطمة الفريقي على مسألتين على التقديم الجيد وعلى التنشيط الجيد لجلستنا لا حسب أننا مرنا بتمرين آخر يمكن يكون أفضل في المستقبل إلا سمحتوا لي فقط جوج الجمال باش نستحضر الروح اللي سابت في النقاش ولن كان واحد الإحساس بأن هذا المجال ديال الإعلام اللي هو مرتبط أشد الارتباط بالحياة السياسية وبالوضع ديال الديمقراطية في البلاد خصو ياخذ بعين الاعتبار المرحلة التاريخية اللي المغرب مقبل عليها سواء إقليميا أو في علاقته مع أوروبا أو في علاقته مع العالم العربي هادشي كله كيدعي أنه يعاود يرجع للفكرة الأولى ديال بناء التجربة المغربية على أسس من الاختيارات الديمقراطية الحرة لأن هذا هو الذي يضمن التفرد الأساسي اللي تنطمحوا وتفردوا به في العالم العربي وفي الضفة الجنوبية ديال المتوسط خصوصا وأننا مقبلين في 2030 على احتضان كأس العالم بجانب دولتين كبيرتين من ديمقراطيتين كبيرتين ما خصناش نكونوا احنا الديمقراطيه العرجاء في انزل كأس العالم خصنا نكونوا فعلا ند مع الدول المشاركه لنا في هذا التنظيم وتنظن بان المفاتيح ديال هذا الشيء النقاش ديالكم كتستحضر جوج ديال المفاتيح اساسيين المفتاح الاول لشارلو سي حامد الدين هو الانفراج الضروري اللي خصو يكون بإطلاق صراح المعتقلين الصحفيين والنشطاء ديال حركة التحليف والناشطين كذلك في مجال شبكة التواصل الاجتماعي اللي طارتهم أحكام قد تكون مبررة قانونيا ولكنها قاسية ثقافيا وسياسيا واجتماعيا وتنظر بأن مثال جيد يمكن يكون ديال الانفراج إلى تم الآن ماشي حتى يفوت كما يقال والمسألة الثانية التي نختم بها هو رغم النظرة ربما اللي شوية سوداء متشائمة اللي سادت في النقاش ولكن أنا عندي إحساس بأن كاين أيضا واحد نظرة تفاؤلية لأننا عندنا ثقة بأن الكلمة الحرة ضرورية للمغرب وضرورية لتطوير المغرب ولذلك سنعبر على واحد الأمل في أن الأصوات الحرة في البلاد كلها اللي كتشتغل مباشرة في المجال الصحفي أو تتعاون معه خصها تعتبر نفسها قوة إلى اجتمعت ولا عملت واحد مبادرة مشتركة
ولا حاولت باش تدافع على مبادئ الحريه والاستقلاليه والمهنيه ما خصهاش تمخص راسها هذا الدور التاريخي اللي كان في جميع الديمقراطيات. جميع الديمقراطيات احيانا اتجاهات الاقوى اللي رسخات الاتجاه الديمقراطي كانت اصوات اللي تسمات الاصوات الحره او اصحاب الافكار الحره، الناس يقدروا يوقفوا جميعا وبكل اخلاص للوطن ديالهم ومحبه ايضا للشعب ديالهم وحرص على الاستقرار، وانهم ماشي دعاة تحطيم او دعاة فوضى، ولكن دعاة بناء، والبناء احنا كنا دعاة البناء، انما اللي كنتمناو ان يكون بناء على اسس ديمقراطيه وعلى اسس حره، ويبقى الامل اللي كان عند المغاربه كله في بدايه هذه الالفيه اننا غادي نتوجهوا نحو الافق، يبقى امل حي. وما نقدروا نتراجعوا بزاف الحاجات وما نتراجعوش على هذا الامل. شكرا لكم.